أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا وصديقنا ديفيد. بصراحة أنا عندي شوي مثل ما بقولوا في شيء جديد، بس أظن الإنترنت ما عم بيساعدني شوي والكمبيوتر ما عم بيساعدني. عم بحاول أروح على اليوتيوب حتى أشوف شو عم بيصير معي. طبعاً اليوتيوب اشتغل وثانكس جودنس مثل ما بقولوا، بس أتمنى يكون كل شيء شغال. طبعاً أنا عامل برنامج جديد، فهي أول مرة أظهر بهالبرنامج هذا. إذا صار أو إذا ما في أصدقائنا يخبرونا. على كل حال خلونا بالبداية نرحب بصديق وحبيبنا ديفيد. اهلا وسهلا فيك ديفيد. هلا جان، ومبروك الديزاين الجديد، وبس بدك خط انترنت اسرع من هيدا. صار هيك بس شو اذا كان الخط. طبعا ما بعرف، يعني انا هي اول مره استعمله فيظهر كثير بطيء عندي صاير. على كل حال تفضل. انت تجرب غير فيني اليوم. هو مو التجربة فيك، يعني صوتك سيبقى طبيعيا صدقني، ولكن انا اللي لن ابقى طبيعي يعني. ف على كل حال انت صوتك وصورتك ويعني نورك طفى الكهرباء مثل ما بقولوا، وما اظن يكون في مشاكل يعني. بس المشكلة عندي أنا، وأتمنى تنحل المشكلة، يعني ما يصير مشكلة، يعني أتمنى يكون الصورة هون بس هيك بطيئة، ولكن على اليوتيوب التسجيل يكون طبيعي. وعلى كل حال إذا ما كان طبيعي أصدقائي اعذروني، أنا راح أعمله غير طبيعي في المرة القادمة، أعمله طبيعي في المرة. طيب مثل ما بتعرفوا أصدقائي، حلقتنا راح تكون عن الأسئلة اللي طرحتوها عن موضوع نظرية التطلعها. الأسئلة اللي جبنا بدها حلقات، وهل يعني نقدر نغطي كل الأسئلة؟ فأنا أعتذر مقدما للأصدقاء رح نقدر نصل لأسئلتهم، ولكن وعد من ديفيد أنه نسوي حلقات أخرى نجاوب على كل الأسئلة. فيعني أتمنى تقبلوا عذرنا، وبشان الوقت يعني ما نطول كمان على الأصدقاء ويصير الحلقة مملة. طب خلينا ديفيد، شو كم الأسئلة اللي وصلتك؟ فعلا في كمية كبيرة من الأسئلة. هلأ في منها يعني يستحق الإجابة، في منها بصراحة يعني ما لا يستحق كتير، لكن نحن حنحاول يعني يعني بنعمل أكثر من حلقة لحتى نحاول نغطي يعني قد ما فينا من الأسئلة. لكن كمان بتمنى من الأصدقاء، يعني صدقا في كتير أسئلة وصلتني، يعني يمكن سؤال يعني جوابه إذا بيكتب على جوجل السؤال تبعه بيطلع له أجوبة يعني لا تنتهي، ما حرزان إنه يعني يكون سؤال، يعني هو بيكون سؤال أحيانا يعني يمكن هو ما بيعرفه، بس الغالبية الساحقة من الناس يعني بالنسبة لهم يعني السؤال كتير طبيعي وسهل. ف يعني بتمنى ننتقي شوي أسئلتنا بحيث أنها تكون مفيدة لعموم الناس، يعني ما نكون شوي أنانيين بطرح السؤال أو متكاسلين يعني عن البحث عن أسئلة بتكون أحيانا كتير جوابها واضح بكتاب، يعني بدل ما تبعث لي السؤال برسالة إذا بتحط نص السؤال تبعك على اليوتيوب على جوجل حيطلع لك الجواب فورا يعني. فبس هيك يعني خلينا نشوف شو في عنا أسئلة اليوم وقد ما فينا منغطي منهم. طيب اشكرك ديفيد، اتمنى يكون صوتي واصل، لانه انا بصراحه شوي كثير عم يصير عندي النت بطيء. اعتذر لاصدقائي كمان مره اخرى. طيب في تعليق من اليوتيوب عم بيقول: حتى بعد الالحاد لم تستطيع الخروج من التعصب الذكوري في النظر للامور، وبصراحه الشرح لم يقنعني ابدا، لان الانثى بشكل عام تنتقي الافضل وليس الاجمل. الذكر هو من يلهث وراء الشيء الجميل. حتى أنتم وشرحكم الغبي دفعني للتكلم بهذه الطريقة مع كامل احترامي. يا سلام، تفضل حبيبنا ديفيد.
يعني شرحنا الغبي ومع كامل احترام يعني. والله شوف جان، هدول الأشخاص يعني أنا أشفق عليهم. يا جماعة، في نقطة مهمة، في نقطة مهمة بالحياة. إذا أنت عم تفكر تصير شخص مثقف أو تصير شخص فاهم للأمور، لازم تكون بداية محترم. إنك تكون مثقف وغير محترم، اتنين ما بيجتمعوا مع بعض. بدك تكون محترم أولاً، تتعلم من الآخرين لتنمي براسك قدرات للمحاكمة. التعليق هيدا اللي عم ينحكى ردا على الشرح البسيط اللي أنا عطيته بتبسيط كتير لفكرة الانتقاء الجنسي بالحلقة الماضية. هيدا الانتقاء الجنسي ترجم بثلاث مجلدات للغة العربية، كتاب داروين نشأة الإنسان والانتقاء بواسطة الجنس ترجم ثلاث مجلدات للغة العربية. أنا عطيت لمحة عن الموضوع بدقيقتين ثلاثة، ومن أيام داروين لليوم في مئات الكتب اللي كتبت بموضوع الانتقاء الجنسي، وأنا مستعد على أني أحكي بموضوع الانتقاء الجنسي سلسلة كاملة. وإذا بدك هلأ يا جان بتغير عنوان الحلقة، أو من هلأ منبلش بسلسلة كاملة على موضوع الانتقاء الجنسي. فأنا وقت اللي بكون عم بطرح فكرة مثل هيدا الشيء، وكنت عم بشرح كتاب داروين للانتقاء أو فكرة الانتقاء الجنسي، وتجي عم تقلي خرجت للإلحاد وعالآن بمشكلتك مع الدول العربية والإسلام وهيدا العلاك المصدي، هيدا الكلام تفضل لتشارلز داروين ما تقوله لإلي، هذا الكلام تفضل قوله لريتشارد دوكنز ما تقوله لإلي، قوله لعلماء البيولوجيا، قوله لعلماء علم النفس التطوري. في فرع كامل بعلم النفس اسمه علم النفس التطوري، اللي فيك تقرأ وتفهم منه كل مواضيع الانتقاء طويلة الأمد وقصيرة الأمد والعلاقات العابرة عند الجنسين. هيدا موضوع فيني أحكي فيه لساعات طويلة هلأ من دون ما أحتاج حضر أي شيء، كل الداتا براسي. يعني أنا بتمنى من الأشخاص قبل ما يرموا هيدا الكلام جزافا بهذا الشكل، من شان ما حلوة بحقهم أن يجاوبهم بهيدي الطريقة، بس يعملوا هنن السيرش رقم واحد. أنا ما عم أقول كلامي دائما بالمية مية صح، أنا إنسان ممكن أخطأ، لكن وقت أنا عم بشرح فكرة علمية بعرف من وين، وعم قلك اسم الكتاب اللي أنا جا عم بحكي عنه الفكرة، يعني ما معقول أن يكون غلطان بالفكرة من أولها لآخرها. إذا كان الأخ المعلق أو الأخت المعلقة عنده مشكلة مع هيدي الفكرة، يتفضل ويطلع لنا بنظرية علمية تضاهي نظرية الانتقاء الجنسي المعمول فيها من أكثر من 150 سنة لليوم، ويتفضل يفسر لي ليش عند جميع ذكور الحيوانات الذكور دائما تحمل صفات جمالية أكثر من الإناث كلياتهم بلا استثناء على الإطلاق. يتفضل يشرح لي ليش الطاووس الذكر أجمل من الأنثى، ليش الديك أجمل من الدجاجة، الأسد أجمل من اللبوة، وهكذا. هيدا جواب. أشكرك أخوي ديفيد، أشكرك بصراحة. يعني حتى لو اختلفنا، يعني بصراحة أنا بالفترة الأخيرة شفت ملحدين ومتنورين على أساس يعني إن لم توافقني الرأي فأنت عدوي، يعني يتخاطبون بلهجة عدائية، بلهجة شوارعية، يعني خلينا نقول طيب خلو، أو يعني إذا نحن على أساس التنويريين ما قدرنا نتقبل الآخر، فمين راح كيف نطلب من الناس تتقبلنا؟ يعني أنا أتمنى يكون الحوار شوي متواضع، يكون مو موضوعي يتقبل. أنا مو موضوعي، أنا وقت عم ناقش نظرية علمية أنا ما عم بطلب منه يتقبل ولا ما يتقبل، ما لي ناطر من حدا يتقبل شيء. أنا بس وقت واحد عم بتشرح له نظرية علمية ويجي يقول لك تفسيرك غبي لأنك أنت على الآن بعقدة شرقية، يعني سوري منك، أنت اللي مو فهمان الله وين حاطك، وأنت اللي مالك قاري ولا كتاب بالبيولوجيا ولا كتاب بعلم النفس على الإطلاق، ويعني جاي بس هيك عم تردد كلام بيذكروني مثل جماعة الفيمينيزم مثلا وغيرهم اللي ماسكين ماشيين بالحياة بعكس الطريق، وتبع كل ما بدك تحكي كلمة بيقول لك انت على الان بنظريتك الشرقية وكذا. هذا كلام مرفوض يا جماعة. هاي الدغمائية اللي انتوا على الانين فيها بتحكيها لولد الشارع، ما بتجي بتقولها لرجل الكهف. بالضبط، يعني هالالفاظ هاي يعني عيب، عيب صراحة عيب. على كل حال اخوي ديفيد، يعني نروح لتعليق اخر من اليوتيوب عم بيقول: مع تقديري للعلم الغزير لديفيد،
لأنه مثلا يبدو أن هناك سوء فهم لدى معظم الملحدين إن لم يكن جميعهم بشأن مفهوم نظرية التطور وعلاقتها بخلق الإنسان. فالنظرية صحيحة من ناحية التطور الطبيعي للمخلوقات، ولكن يقتصر مفهوم التطور داخل كل نوع، ولم يثبت العلم أبدا على مر التاريخ وحتى الآن تحول نوع إلى نوع آخر نتيجة التطور. فلم يتم إثبات مثلا تحول حيوان إلى إنسان أو نبات إلى حيوان أو إنسان إلى نبات، وإنما التطور ينحصر داخل النوع نفسه فقط. وإن لم تصدقوني تستطيعون توجيه السؤال إلى أي بروفيسور أو متخصص في علوم البيولوجي أو الجيناتكس، ووجهوا لهم هذا السؤال: هل ثبت علميا في يوم من الأيام تحول نوع إلى نوع آخر من المخلوقات؟ انتهى السؤال، وأنا مستعد أن أصبح ملحدا لو ثبت هذا فعلا، ولكني متأكد ومتيقن أنه لم ولن يحدث هذا أبدا. آسف، تفضل حبيبنا وضيع عيوننا. هلا ايش بدي اقول لك، هلا يبدو انه مو بس انا اللي عندي اللبس بموضوع التطور، ولا كل الملحدين بالعالم اللي عندهم لبس، ولا كل علماء البيولوجيا اللي عندهم لبس بالمشكله. يبدو الاخ السائل هو اللي عنده لبس بالمشكله تماما، لكن هو عنده ايدي كمان الدغمائيه انه لم يثبت ولن يثبت وخلص انتهى الموضوع وبالتالي لن اصبح ملحدا. يعني هذا الاسلوب المضحك. شوف عزيزي، واضح تماما من هيدا التعليق اللي ذكرته انه الاخ السائل لم يقرأ في حياته كتاب بالبيولوجيا ولا كتاب يتعلق بالتطور، ولم يقرأ في حياته أي شيء يتعلق بعلم التصنيف اللي هو تصنيف الحيوانات والنباتات والبشر وإلى آخره، وحتى يمكن لم يقرأ أي شيء بالفلسفة أو وعلى المنطقة. فكرة كمان هو غير مستعد أن يقرأ في المستقبل. واضح، لأنه عم يقول لك لم ولن يثبت وجيبوا لي واثبتوا لي. هذا يعني شخص، واضح أنه ما عنده أي فكرة عن أي موضوع. صديقي انا بنصحه يعني يقرا ويطلع على الكتب او على العلماء، وفي فيديوهات على اليوتيوب ومحاضرات مصوره مع سلايدات للشرح، في افلام وثائقيه كبيره. ما تستقولي معرفتكم بالعلم من رجال الدين تبع تسمع رجل دين عم يحكي على قناه عم يقول لك ثبت ولم يثبت. شو رجل الدين بتفهم منه امور الدينيه، الرجل العلم بتفهم منه الامور العلميه، هيك المنطق بيقول. وانا هلا عم احاول، انا عم اعطيك بس مفاتيح لانك تروح تقرا وتتعلم وتطلع. انا حتى ما عم اقول لك استقي معارفك مني، وانا بحياتي ما قلت هيدا الشيء. ف انت لازم تروح تدور وتقرا وتتعلم، لانه اذا بدي اشرح لك بهيدا الموضوع يعني مليان فيديوهات على اليوتيوب قادرة على توضيح هيدي الفكرة، سواء من منظور الأحافير، سواء من منظور الدي ان اي، سواء من منظور علم الأجنة. الموضوع أكثر من واضح صديقنا. صديقنا السائل هو اللي عنده لبس بموضوع التطور، وليس أنا ولا جميع العلماء. تفضل شان. أشكرك أخوي ديفيد. أصدقائي، أنا بس بدي أوجه رسالة لأخوي أبو الحكم. السكايب ما عم بفتح معي بسبب هالبرنامج هذا، ويظهر البرنامج الثقيل على الكمبيوتر اللي عندي. يا ريت ابو الحكم تبعث لي الاسئله او اي فيسبوك الحساب الملون. انا وانت بنعرف شو الملون يعني. يا ريت، اتمنى تكون تسمعني ابو الحكم وتبعث لي اياهم على الفيسبوك، اكون لك من الشاكرين، لانه السكايب ما عم بفتح معي واليوتيوب حتى ما عم بفتح معي. فاعتذر شديد الاعتذار، واشكرك ابو الحكم على كل حال على المساعده. طيب خلينا نروح الأسئلة الأولى. خلينا السؤال الأول، انطرح عدة أصدقاء طرحوا السؤال هذا، بيقول لك كيف نشأت الخلية الأولى؟ ثواني بس. نشأت الخلية الأولى. شوف صديقي، لليوم
ما في حدا بيعرف فور شور أو بشكل مؤكد كيف نشأت الخلية الأولى. في عدة فرضيات لهيدا الموضوع. فرضيات وقت أنا بقول فرضيات يعني مو يعني كلام واحد قاعد عم يشرب سيجارة وألف فرضية، لا، فرضيات مدعمة بأبحاث مخبرية ومشاهدات. بداية ما في إنسان كان عايش في هداك الوقت ببداية تشكل الكرة الأرضية قبل 4 مليار سنة ونص من هلأ، لكن في فرضيات استطاع العلماء صياغتها والقيام بالتجارب عليها. بعضها بيقول لك انه الحياة نشأت على سطح الكرة الأرضية، وفي فرضيات تانية بتقول لك انه لا، الحياة ممكن نشأت في أماكن متعددة بالكون ونشأت بمرات متكررة بالكون وهكذا. هلا بداية لنفهم بس الفكرة كيف، بغض النظر هل هي نشأت على سطح الكرة الأرضية ولا إجت على الكرة الأرضية عن طريق مذنب مثلا، أو إجت عن طريق في إحدى الفرضيات تقول لك إنه كانت الحياة مزدهرة على كوكب المريخ قبل ما يفقد غلافه الغازي ويصبح الكوكب الأحمر اللي إحنا بنعرفه اليوم، وممكن يكون بواسطة إحدى الشظايا الكونية أو النيازك تم نقل بعض الخلايا الحية من المريخ للكرة الأرضية واستعمرت الكرة الأرضية لاحقا. فرضيات كثيرة، واليوم العلماء لسه عم يحاولوا يدوروا. هيدا أحد الأسباب اللي عم تخلينا نطلع ندور على حياة خارج الكرة الأرضية لحتى نشوف ونقارن، وخاصة بالمجموعة الشمسية، لحتى نحاول ندرس ونشوف إذا تمكننا من وصول لبعض النيتوكليدات مثلا أو الخلايا الحية بكواكب أخرى، نحسن نقارنها مع نظيرتها الموجودة على الكرة الأرضية لنشوف هل هن يا ترى من نفس البيز ولا هن مختلفين بالنشأة عن بعض. فساعتها فينا نحن نقرر أو نقرب أكثر للجواب، هل نشأت الحياة على سطح الكرة الأرضية أم هي إجت من الفضاء بالخارج. وعموما من شأن الأصدقاء لحتى بسط أنا الفكرة كتير من دون ما ناخذ كتير وقت، لأنه وقت اللي أنت عم تحكي بموضوع نشأة الحياة على الكرة الأرضية، هيدا موضوع ما خصه تقنيا بالتطور أو بالإيفولوشن، هيدا خصه صرنا عم نحكي بالكيمياء الحيوية. لحتى نحكي بهيدي الفكرة، من نفس الفكرة اللي اقترحها داروين من وقت اللي هو فكر بالموضوع، قال لك لو كان وجدت بحيرة بإمكانها ببداية تشكل الكرة الأرضية، بحيرة فيها ماء ونشادر وميثان وكذا وكذا، قادرة كيميائيا على تشكيل الحياة على سطح الكرة الأرضية. هذه النظرية أو الفرضية موجودة لليوم، تم التجارب من على أيام ميلر ويوري بأول الخمسينات للقرن الماضي، عملوا أول تجارب مخبرية لمحاولة محاكاة الظروف اللي كانت موجودة بالكرة الأرضية السابقة، بأنه نحطوا بالمخبر تبعهم، عملوا مثل شو بيسمون هدول القوارير المخبرية المعزولة اللي حطوا فيها بعض الغازات اللي هن كانوا بيتخيلوا انه موجودة ببداية الكرة الأرضية، حياة الكرة الأرضية، الميثان، نشادر، إلخ، ثاني أكسيد الكربون، أشنين أو اللي هو المي. وعطوها شرارات سباركس مثل بوجي السيارة، بيعطي شرارات لتحاكي العواصف اللي كانت عم تجي من الشمس والجو الموبت بالأرض. الأرض لأنه ما كانت بالشكل اللي احنا بنعرفه عليه اليوم أبدا قبل 4 مليار سنة، كانت عبارة عن كتلة نارية منصهرة، حمم بركانية. كيف تشوف البركان؟ كانت الكرة الأرضية عبارة عن كتلة منصهرة بهذا الشكل. مع الوقت طبعا بلشت تبرد أكثر وأكثر، وبعدين تشكل القمر، وقصة ما فيها. هلا لنحكي بس ببساطة شديدة، كل الحياة اللي احنا شايفينها على الكرة الأرضية، كل الحياة اللي موجودة على الكرة الأرضية تعتمد على بيز كتير بسيط جدا، اللي هو الـ DNA والـ RNA، اللي هن البوليميرات اللي مشكلة الحياة كلياتها، اللي هي المتعضيات، اللي هي المتضاعفات، اللي هي عم تتكاثر لتشكل كل شيء انت شايفه من انواع كائنات حية، من البكتيريا للنباتات للحيوانات للدود للبشر، كلياتنا نشترك بهيدا التكنيك في التكاثر. هلا تشكيل الاحماض الامينيه هيدي من مواد كيميائيه ابسط بشكل مخبري، قلت لك تم التحقق منها بمرات كثيره من خمسينات القرن الماضي لليوم. الموضوع كثير بسيط، حتى تشكيل الار ان اي قدرته على نسخ نفسه مخبريا، هيدا الموضوع تم التحقق منه بمرات كثيره. ولا قبل كم سنة من هلأ كمان في تجربة جديدة كمان كانت كتير مثبتة لهيدا الموضوع. على مر العقود الماضية حسنا نعمل ننتج RNA مخبريا
بمحاكاة الظروف القديمة ونخليه يعمل انقسامات. فإحدى الفرضيات أو أهم الفرضيات العلمية اللي بتقول لك قبل الدي إن إيه الموجود حاليا كان موجود الار إن إيه فقط. نحن عندنا اليوم دي إن إيه وار إن إيه، دي إن إيه ما بيحسن يعمل لي البروتونات ولساته بحاجة الار إن إيه. فهلا الار إن إيه والدي إن إيه ببساطة هن مكونين من نيتوكليدات، نيتوكليدات عبارة عن سكر ريبوز وفوسفات وعندك اساس ازوتي. الاساس الازوتي اللي هو له عده اشكال، عندك الادينين الكوانين السيتوزين الثامينين اللي نحن بنعبر عنهم ب اي سي جي تي بالدي ان اي، بالار ان اي ما في موجود عندك التايمين، في عندك اليوراسيل اللي بيرمزوا له باليو. سو هيدي الاساس البيز الكيميائي البسيط لاي كائن حي بدءا من ادنى بكتيريا من ادنى فيروس لانا وانت يا جان، بكل الخلايا الحيه موجوده هيدي النيتوكليدات البسيطه. سو عندك السكر والفوسفات هن اللي مشكلين الهيكليه العامه، حاملين عليهم الاساسات الازوتيه اللي هلا حكيتها، الادونين الكوانتينين السيتوزين والثيمين. سو ببساطه هيدي المركبات قادره على التكون كيميائيا لوحدها مثل فوهات البراكين باماكن مثل قعر المحيطات اللي موجود فيها براكين بالتسرب اللي عم يصير لغاز الميثان من باطن الارض. في عندك فرضيه بتقلك انه وقت اللي كان القمر ببعد اصطدامه بالكره الارضيه وكان كتير قريب على الكره الارضيه فحفز كتير اليورانيوم على انه يكون نشط اشعاعيا، فكمان اشعاع اليورانيوم ساهم. ما بدنا ننسى انه ما كان في غلاف جوي اللي نحن بنعرفه اليوم، وبالتالي اليو في اللي كان نازل من الشمس او الاشعه ما فوق البنفسجيه اللي نازله من الشمس عم تضرب الكره الارضيه كانت فظيعه جدا، وبالتالي عم تحرر طاقه هائله بانها تساعد هيدي المركبات على انها تتشكل بشكل كيميائي بدائي طبيعي جدا. عم اقول لك بصيب المختبر وطبيعي، ما في اي مشكله بالموضوع. في فرضيه حتى بتقترح شيء اسمه بي ان اي اللي هو ابسط لسه من الار ان اي على انه هو يكون السلف الاقدم للار ان اي. سو ايا كانت هيدي الفرضيات، تشكل هيدي النيتوكليدات البدائيه كيميائيا بشكل طبيعي بهذيك الظروف اللي هي اكسترا اوردينري اللي هي ما لها موجوده اليوم بس فينا نعملها مخبريا ممكن وطبيعي. هلا هيدي الكيمياويات البسيطه اذا كان حسنت هي عم تتشكل باعداد مهوله، طبعا باعداد مخيفه، اذا كان حسنت انها تتحد مع بعض فشكلت مركبات اعقد ببساطه شديده، فبلش هيك انا يتشكل عندي مثلا شيء مثل الار ان اي. والعلماء عم حسنوا يركبوا باخر التسعينات من القرن الماضي حسنوا حتى يركبوا شريط ار ان اي تقريبا من 50 نيتوكليد مخبريا بمحاكاه الظروف بشكل طبيعي، وبعدها بكم سنه حتى حسنوا يخلوا هيدا الار ان اي ينقسم ويعمل يعني مثل تكاثر انه يتكاثر ويرجع ينقسم عن بعضه. هلا وقت اللي انت عم يتشكل وعندك هدول النيتوكليدات المركبات الكيميائيه البسيطه مثل ما قال مره ريتشارد دوكنز بكتاب ذا سيلفش جين، الجين الانانيه، كتاب بالمناسبه كثير مهم يعني لازم الكل يقرا، ترجم للعربيه بعنوان الجين الانانيه، ولكن كانت ترجمة كارثية يعني المترجمة اهتمت بأن تعرب كلمة The Selfish Gene وتساويها مؤنث الجين الأنانية بدل ما تسميه الجين الأناني، لكن هي مخربطة بأخطاء كارثية بترجمة الكتاب. فيعني بنصح أي حدا إذا بيحسن يقرأ بالإنجليش فيقرأ بالإنجليش أفضل بكتير لأنه بالعربي كارثي الموضوع. هلأ هدول النيتوكليدات بالمناسبة السيتوزين واليوراسيل كان كتير سهل انهم يتشكلوا مخبريا بالبداية، بينما الكوانين والادينين احتاجوا وقت اطول. بغض النظر بهداك الوقت وقت اللي بلشوا هدول النيتوكليدات يتحدوا مع بعض كيميائيا كأي عملية كيميائية، كنت عم اقول على ريتشارد دوكنز، ريتشارد دوكنز عم يقول لك ما في داعي نقعد نجادل بانه هل هدول النيتوكليدات كنا نسميهم كائنات حية ولا مش كائنات حية، يعني هيدا النقاش هلا فينا ناخده فلسفيا بس هو ما بيهم بالنتيجة، لأنه بالنتيجة نحن موجودين بسبب هيدي النيتوكليدات، فبدك تسميها حية بدك تسميها كيميائية بحتة من دون حياة، يعني هيدا الموضوع ما كتير مهم طالما هي كانت قادرة على الانقسام. هلا شلون صارت قادرة على الانقسام؟ برضو كمان في عدة فرضيات
كل مدرسة عم تحاول تثبت مخبريا الموضوع، في منهم بيقول لك فرضية أشعة الشمس اليو في، في منك عندك فرضية كتير مشهورة اللي هي موضوع التيارات المياه الحارة والباردة، انه كمان تيارات المياه الحارة والباردة كانت عم تحسن تحمل هيدي النيتوكليدات او جزء منها، طبعا ما حتحسن تحملها كلها وهي مغطي الكره الارضيه كلها تقريبا، فكانت عم تحمل جزء من هيدي النيتوكليدات، والنيتوكليدات عم تحسن تروح لمكان حراره المي قريب الغليان فيه بسبب الحمم البركانيه اللي عم تطلع، وبسبب الاشعه فوق البنفسجيه اللي عم تضرب الارض، فهيدي النيتوكليدات قادره على انها تنقسم اوتوماتيكيا، وهذا الشيء تم التحقق منه مخبريا بحرارة تقارب ال 100 درجة تقريبا، نيتوكليدات كانت قادرة على أنها تنقسم، وقت بترجع بدورة المياه تروح للمكان الأبرد فهي رح ترجع تجمع على حالة نيتوكليدات ثانية وهكذا. طيب كيف بلشت تتشكل الخلية أو الغلاف الخلوي لهذه النيتوكليدات اللي بدنا نسميها بي ان اي ار ان اي وات ايفر؟ بلش يتشكل ببساطة، هو عبارة عن فقاعات، يعني فقاعات كوليسترول او فقاعات دهنيه او فقاعات زيتيه اللي بدك اياها، هيدي النوع من الفقاعات البسيطه اللي حسنت تفوت جواتها هيدي النيتوكليدات البدائيه او هيدي الانزيمات الريبيه او الريبوزيمات البدائيه، حسنت تفوت جواتها وبلشت تشكل مثل خليه بدائيه. هلا هدول الخلايا البدائيه في منهم كانوا اكبر من غيرهم أو أقوى من غيره، فاللي كانت أكبر من غيره كانت عم تحسن تقرب على الخلية البدائية اللي بدنا نسميها اللي اسمها لوكا، هي بحسب تعبير علماء اللي بيبحثوا بنشأة الحياة بيسموها اللوكا أو الخلية البدائية أو أصل الحياة، فحسنت تجتمع تلتصق بنظيرتها اللي أصغر منها وتمتص خلويا منها المحتويات تبعها، فصارت هيدي اضخم وهيدي اصغر وبلشت تتلاشى، وهيك بلشنا نحسن نشكل كخلايا اكبر. هلا هيدي الخلايا وقت عم تحسن تصير كبيره، تصير مثل فقاعه كبيره، كانت قادره بعضها طور لاحقا القدره على انه هي تنقسم ذاتيا حتى من دون الحاجه لهيدا السايكل عن طريق طفره تكراريه بسيطه، حسنت تعمل انزيم صارت طفره، هيدا الطفره عملت هيدا الانزيم اللي حسن يخليها تنقسم ذاتيا، فصارت هيدي الخلية عم تحسن تنقسم ذاتيا. يعني هلا وقت اللي في منه خليتين بدل ما تمتص اختها التصقت فيها، اتحدوا مع بعض فصاروا مثل خلية واحدة لكن كبيرة، فأخذوا بينفيت عن غيرهم شوي، فهون بلشنا ببداية الكائنات المتعددة الخلايا، بخليتين بلشوا ينضموا لبعض بعدين ثلاثة وكذا، الـ RNA أو حتى لو كان PNA قبل ما يصير RNA، مع الوقت إذا ثبت الـ RNA عندي فهيدا الثبات تبعه ساوى الـ DNA، والـ DNA ضل مضطر إنه يعتمد على الـ RNA لحتى يحوله ويترجمه لصناعة البروتينات، فنحن ما حسنا ننسلخ من الجد السلف الأساسي تبعنا. هيدا التكنيك اللي انا عم بحكي اللي هو كلياتنا لساتنا اليوم حاملينه، لحنا وكل شيء كائنات حيه انتم شايفينها على الاطلاق، التفاح والبردقان والنباتات بانواعه والورود والحيوانات والحشرات والبكتيريا، وانا وانتم كلياتنا نحتوي على هيدي المتضاعفات البدائيه اللي هي بلشت لكن كل ما لا عم تزداد تزداد لوصلنا شرائط الدي ان اي المعقد اليوم. مع الوقت طبعا بعض هيدي الخلايا وقت صاروا متعضيات كبيره بطلوا يعملوا انقسام خلوي، بلشت بعضهم تتمايز بميزات انه هي تمتص مثلا بعض الانواع من الاغذيه من البيئه، الاغذيه الكيميائيه يعني المنحله بالماء المحيط فيها وهكذا. طبعا هيدي الخلايا البدائيه اللا خلويه او الميكروبات او الفيروسات اللا خلويه اللي كانت عم تمتص الكربون بدايه تتغذى عليه وتشع او تطرح تكب الاكسجين، هي كانت العنصر الاساسي اللي شكل لنا الاكسجين اللي نحن شايفينه اليوم بالغلاف الجوي، ولا تزال لليوم الاشنيات في البحار و هيدي النوع من البكتيريا اللاخلوية بالبحار اللي هي المصدر الأساسي لطرح الأكسجين في الغلاف الجوي. طبعا مع الوقت بلشنا نتطور تتطور القصة، الموضوع ما تم أبدا بفترة زمنية قصيرة، الموضوع أخذ تقريبا 3 مليار سنة من بداية هيدي الـ يعني برودة القشرة الأرضية و
لبداية إنه نحن بلشنا نشوف كائنات متعددة الخلايا. الموضوع أخذ تقريبا قرابة 3 مليار سنة، وأنا شرحت قبل هلأ بحلقة قصة الكون شو يعني رقم مليار، وقد إيه رقم مليار هو رقم ضخم. وقلت لكم إنه مليار ثانية يعني يعادل ما يقارب 31 سنة وشوي و8 شهور. ولحتى تعد لرقم مليار عد بدك أكثر من 80 سنة، بدك تقريبا 86 سنة بس لتعدهم، وكل رقم عم تقوله هو سنة كاملة. سو فيكم تتخيلوا رقم 3 مليار قد ايه رقم كبير، إضافة لموضوع إضافة لموضوع العدد الهائل لهيدي المتضاعفات اللي نشأت على سطح الكرة الأرضية. أنا ما عم بحكي على وحدة وتنتين وعشرة ومليون ومليار ولا مليارين، أنا عم بحكي على رقم فعلا شبه لا نهائي. هلا هو أكيد نهائي لأنه الكرة الأرضية محدودة، لكن هو رقم كتير فلكي. ممكن يكون جوجل الرقم ولا أي شيء، واحد وجنبه حط 100 صفر أو قد ما بدك. فأكيد بهيدي الحالات الطفرات اللي حتكون في إلى ميزة على غيرها سبب التكاثر، فحتنجح أكثر بكثير بأن تسيطر من وحدة ما كان عندها ميزة الانقسام اللي أنا حكيت عنه. فمجرد وحدة منهم أو مجموعة منهم، هي أكيد ما حنقول وحدة، ممكن يكون مجموعة منهم حصل عندهم طفرات معينة خلتهم يبلشوا ينقسموا بالشكل اللي كنت عم بحكيه قبل شوي. فهدول أكيد رح يكون عندهم ميزة أفضل من اللي ما حسنوا ينقسموا، لأنه هدول يرجعوا ينتهوا حيرجعوا يتحللوا كمركبات كيميائية. ويلي كان عنده ميزة إنه هي تنقسم بسرعة معدل أسرع من غيرها، فإذا وحدة بدها كان أسبوع لتنقسم وحدة بدها ساعة لتنقسم، فأنت فيك تتخيل بخلال أسبوع هديك تكاثرت مرة واحدة، بينما هديك كل يوم كانت عم تتكاثر 24 ضعف. اضربهم أس 7 قد ايه صار العدد. فببساطة رح يسيطروا على الموضوع على الحوض الجيني للكرة الأرضية. فهيدي اللي احنا سميناها اليوم، هيدي اللي اسمها اليوم الجينات، هي عمياء، هي مش فهمانة شو عم تعمل، هي عبارة عن مركبات كيميائية بسيطة عم تحاول، شكلت بطريق الصدفة البحتة ونتيجة ما يسمى بقانون الانتقاء الطبيعي، اللي هو قانون طبيعي، ما يعني ما هو قانون يحتاج إلى وضع أو صياغة أو اختراع مثل الدساتير اللي احنا بنحطها. ببساطة شديدة حسنوا يسيطروا لليوم، وعم نشوفنا كل هيدا التنوع اللي احنا شايفينه. ومثل ما بيقول يعني ريتشارد دوكنز بأحد كتبه، انه يعني يفترض بانه بأي كوكب تاني او بأي مكان تاني بالكون، اذا كان بلشت تتشكل كائنات حية عندهم بغض النظر عن نوع او طبيعتها وكذا، لابد ان تكون البيس تبعها والاساس تبعها هي مثل هيدي الريبوزيمات اللي هي متعضيات عم تحسن متضاعفات تتكاثر بهيدا الشكل اللي احنا شايفينه اليوم عن طريق الطفرات العشوائية، هي اللي كانت عم تؤدي لبعض النتائج الإيجابية وللكثير من النتائج المدمرة يلي أدت ل كثيرين من الدمار. أنا حكيت كثير، بس إنه إذا بدك فيني حتى أحكي كثير عن اكتشافات علمية أو على تجارب علمية، تجارب لينكولن وجوسيس في 2009، تجارب كثيرة ممكن نحكي فيها عن موضوع حتى مو بس هيك، حتى إحدى التجارب بال2010 اكتشفوا كائن مجهري كمان، يعني بكتيريا مجهرية تستعمل الزرنيخ بدل الفسفور. سو اتس اوكي، ممكن يكون في أنواع مختلفة حتى لتشكلات هيدي انزيمات الريبية او ريبوزومات البدائية، ما بالضرورة تكون ماسكة نفس الخط اللي احنا حكينا عنه، ممكن تتشكل كيميائيا بأكثر من طريقة. تفضل جان. جان انت موجود؟ يبدو جان بعده فاصل عنده الخط، فخليني كمل شوي بالفكرة. هلأ بعض الفرضيات تقول لك الفوسفور الموجود كان على الكرة الأرضية، واللي احنا بنعرفه اليوم بالكرة الأرضية هو فوسفور غير منحل، فكتير صعب انه يشكل هيدي المكونات. لكن ببساطة اللي احنا حسنا نشوف هيدا الفوسفور المنحل موجود على النيازك. مو بس هيك، حتى حسنا كتير نشوف ريبوزومات او حتى نيتوكليدات بدائية موجودة على نيازك بعد ما نزلنا عليها. بتتذكروا من فترة نزلت إحدى المركبات على أحد النيازك، وفي الكواكب الثانية أو حتى من أحجار النيزكية اللي وصلانة للكرة الأرضية من أزمنة سحيقة، حسنوا يكتشفوا جواتها بعض
ريبوزومات أو حتى بعض النيتوكليدات البدائية اللي هي بطريقة أو بأخرى مشابهة للنيتوكليدات الموجودة على الأرض. بالطريقة اللي أنا عم بحكيها هي طريقة ميكانيكية بحتة، كيميائية بحتة، ليست بحاجة إلى يعني إلى أن تكون فرصة نادرة. كرمال هيك يعتقد بكل بساطة أنه هيدي بذور الحياة بالشكل اللي أنا عم بحكي كتير نورمال أنها تكون موجودة بكثرة كثيرة جدا في الكون كلياته بشكل عام. وهيدا الشيء اللي يعني أنا عم بتذكر فكرة بيطرحوها، سمعتها مرة من عدنان إبراهيم، فكان عم يقول لك انه حسابيا يستحيل انك تفترض بالاحتمال الرياضي انه حتحصل طفرات تسمح لتشكل الحياة على سطح الكرة الأرضية بهيدا الزمن البداء الزمن المحدود. بيقول لك على ضخامة عمر الكرة الأرضية اللي هو 4.5 مليار سنة، بل على ضخامة عمر الكون اللي هو 14.7 مليار سنة، يستحيل إحصائيا إنك أنت تحسن توصل لكائن حي عم ينتج بطريق الصدفة. لكن هو عم يضرب بعرض الحائط فكرة إنه أنت ما عم تحكي على كائن واحد عم يتضاعف، أنا ما عم بحكي على حجر زهر واحد عم زدته بالاحتمالات، أو على قطعة نقدية واحدة عم بلعب فيها أنا على الوجهين تبعها. انت عم تحكي على اوريدي عدد كتير مخيف، عدد ما فينا نتخيله، عدد هيدي الكائنات او هيدي النيتوكليدات المجهرية اللي هي عم تتشكل كيميائيا بشكل كتير طبيعي. عدد الرمال الموجودة كلياتها بالعالم يمكن اكتر شوي، على سطح الكرة الارضية يمكن اكتر شوي. هيدا الرقم بدك ترفعه للأس، الرقم اللي انت كنت عم تحكي فيه لحتى تحسب لي الاحتمالية اللي هي عم تمشي كخط واحد لحتى نحن نشوفه. كل اي واحد دارس رياضيات بيعرف انه وقت انت بدك ترمي حجر زهر واحد غير ما ترمي حجرين، غير ما ترمي 10، غير ما ترمي 20، وهكذا. سو صح انت عم تحكي بارقام احتمالية كتير نادرة احصائيا، لكن انت كمان عم تحكي بارقام تقارب بالتعريف الرياضي ما يسمى اللانهاية. هي اوكي لا تزال ارقام بالنتيجة، واللانهاية ما في تعدها، لكن هي ارقام كتير 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 ضخمه. سو وقت انت عم تحكي بارقام بهيدي الضخامه، فاي شيء ممكن يكون. يعني انت ما محتمل انك تربح الجائزه الكبرى باليانصيب بمدى حياتك قد ما سحبت وراء نصيب، لكن اذا بعطيك عدد لا نهائي من المحاولات لانك تسحب فيها ورق نصيب، ف أكيد كتير نورمال إنك تربح الجائزة الكبرى فيهم، لأنه أنت أوريدي عم تحكي بعدد كتير ضخم، أو حتى مش لا نهائي، خلينا نقول 10 مليار 20 مليار مرة تسحب فيهم ورقة يا نصيب. هيدا رقم كتير كتير كبير. بهيدا الرقم أوكي أكيد بيزيد كتير نسبة احتمال إنك تربح بوحدة منهم الجائزة الكبرى، يمكن أنت حتكون أوريدي صرفت ثمن هيدي الجائزة الكبرى على المحاولات، لكن هو كيرز. بالنتيجة التفاعلات الكيميائية عم تحصل وعم تحصل anyway، انت مالك عم تدفع فلوس من جيبتك او انت عم تقوم بتجربة معينة، هي عم تحصل بطريقة طبيعية. كل اللي انت بحاجته شوية مي H2O CO2 ثاني اكسيد الكربون ميثان نشادر وانتهى الموضوع. حتاخذ في التوليفة اللازمة مع شوية UV مع شوية اشعة من الشمس مع شوية براكين شوية شوب ونيازك، فأنت عم تأخذ توليفة مثالية. أهلا وسهلا جان. أشكرك أخوي، وأنا آسف كثير أصدقائي، البرنامج الصغير حطيته ما اشتغل معي، وكان تقيل كثير على الكمبيوتر عندي، يظهر خط الإنترنت بده يكون أسرع من هيك بكثير، فأعتذر شديد الاعتذار. على كل حال طبعا راح نكمل بهالوضع هذا لما نلاقي حل لموضوع الانترنت. اخوي ديفيد بعتذر منك كمان، بس خلينا نكمل في الاسئله، شو رايك؟ ولا في عندك مواضيع بدك تحكي فيها؟ لا لا انا بس حاولت شوي استفيض اكثر، يعني حاولت غطي الفتره اللي انت ما كنت موجود فيها. يعني أشكرك. الموضوع يعني موضوع جوابا على السؤال انه كيف نشات الخليه، انا حاولت كثير بسطه، برجع وبقول
يعني لانه اذا بدنا نحكي فيه بقى ونجيب المعادلات ونحكي فيها وكذا، يعني انا واثق انه 99% من الناس اللي حتتابعني ما حيكونوا فهمانين اي شيء، لانه عم نحكي بقى صرنا بمعادلات كيميائيه بسميات كيميائيه. فاللي حابب يستقيل اوريدي اكيد جوجل موجود، بامكانكم تتابعوا كثير اشياء اللي انت عنده، لكن انا حاولت كثير بسط القصه بطريقه يفهمها رجل الشارع العادي يعني مو اكثر. بكل تأكيد بكل تأكيد، وأتمنى يعني نحن عم نحاول نشرحها شرح أدبي مثل ما بقولوا، يعني حتى نوصل تصل الفكرة بسهولة لأي إنسان أي شخص مهما كان مستواه التعليمي. على كل بالضبط. حال، على كل حال أخوي ديفيد، خلينا نشوف الأسئلة من اللي كنا حاطينها. الأخ عباس عم بيقول: كيف تطور العقل عند الإنسان، ولماذا الإنسان هو من استطاع تسخير الكون له؟ أعرف أن بعض الحيوانات عندها عقل مذكر، ولكن الإنسان هو من استطاع يجعل الكون مسخر له. ملاحظ: أنا ربوبي وأؤمن بنظرية التطور، وتعلمتها من عدنان إبراهيم. حلو، شوف صديقي، أولا عدنان إبراهيم ليس عالم بيولوجيا لحتى أنت تتعلم منه نظرية التطور. هيدا الشيء اللي خلاك تقول أنا أؤمن بنظرية التطور بدل ما تقول أنا أفهم نظرية التطور، لأنك أنت لساتك عايش بعقلية أنك تسمع الشيخ ورجل الدين وتؤمن بما يقوله لك. الرجل الدين ليس الطريق لحتى أنت تفهم منه الدين، ولا العالم هو الطريق لحتى تفهم منه الدين. يعني إذا أنت بدك تفهم شيء عن المسيحية ما بتروح بتسمع عالم عم يحكي عن المسيحية، بدك تروح تسمع قسيس عم يحكي لك ويشرح لك عن المسيحية. وإذا بدك تسمع شيء عن العلم فما بدك تسمع القسيس شو عم يشرح، بدك تسمع العالم. هيك بيقول المنطق، ما يعني ما عم بخترع أنا شغلة كتير معقدة، هيك المنطق بيقول. إذا بدك تتعلم بالأدب فبتروح لعند أديب أو كاتب أو شاعر ليعلمك الأدب وبدك وهكذا. سو أنت تعلمت من عدنان إبراهيم، وأنا تابعت قسم منيح من سلسلة عدنان إبراهيم بالسابق قبل كذا سنة وقت اللي كان عم ينشرها، ما عاد أذكر 2012 2013، تابعت قسم منها ولاحظت بوقتها يعني قد ايه في عنده اخطاء شنيعه عم يحكي فيها. في اخطاء، في اشياء عم يحكيها صح اكيد، بس في كتير اشياء كمان عم يحكيها كان فيها اخطاء عاليه. anyway، فبالنتيجه انت بدك تتعلم اي شيء يا جماعه، الطريق الوحيد لتتعلم اي شيء انك تتعلمه من مصدره يا جماعه. شبكون حتى انا ما عم اقول لك تعلم مني التطور، هيدي الحلقات مو لعلمك التطور، انا مو شغلتي اعلمك التطور، ولا جان شغلته اعلمك الكوزمولوجي مثلا. نحن عم نحاول نعطي شويه اضواء شويه ايضاحات لحتى الواحد فينا بعد ما يسمع الاشياء هي فوالله تثار عنده اسئله. امبارح كان احد الاصدقاء اتصل فيني عم يسالني سؤال واحد كان الجواب تبعي ساعة و45 دقيقة وبس، وأنا عم لملم يعني الجواب تبعي، كنت عم حاول كتير اختصر بالأفكار تبعي. أكيد هو عم يسمعنا هلأ، بعد ساعة و45 دقيقة قال لي: ديفيد أنا اتصلت فيك لحتى تجاوبني على سؤال واحد، هلأ صار عندي 6 7 أسئلة. فهي هيك بتصير، هيك الواحد بيتعلم. سو انت هيك بدك تتعلم. انا عم اعطيته ألمحة، وشو قال لي الشاب؟ قال لي: انا حروح على المكتبة وبلش جيب كتب بهيدي المواضيع لاقراها. هيك الصح. اما وقت انت بدك تعتمد على عدنان ابراهيم وعلى ديفيد وعلى جان شو بده يعلمك، يا اخي ما منطق. يعني يمكن انا ولا جان ولا عدنان ابراهيم فهمانين القصة غلط، انت شو عرفك؟ سو بداية هيدي اول مشكلة. تاني مشكلة، موضوع انت تؤمن بالتطور معناته انت مالك فهمان التطور. بنرجع للسؤال تبعك، لأنك أنت تؤمن بالتطور لأنه قنعك في حدا ولا تفهمه، فأنت تعتقد وأنت افترضت باعتقادك هذا، أعطيتني إياك حقيقة مثبتة أنه الإنسان توجد هو كبيرة بينه وبين أقرب أقربائه هو بالعقل، وهذا الكلام تبعك عاري عن الصحة يا صديقي. يعني أنت عم تسألني سؤالك خطأ بالأساس. لا توجد هو كبيرة بالشكل اللي انت متخيله ما بين الانسان واقرب اقربائه، لا بالعكس. اي حدا، الفيديوهات حتى على اليوتيوب موجودة، فيك تفوت وتستمتع. وانا كنت بروح على حدائق الحيوانات واستمتع بمراقبة الشمبانزي والاورانج اوتان والغوريلا
وتشوفهم لنهار كامل قاعد بس عم راقبهم وشوف تصرفاتهم وكذا وكذا. وفيك تشوف تجارب كثيره موجوده على اليوتيوب لتشوف قد ايه عندهم ذاكره سريعه، قد ايه في عندهم رياكشن، بيصنعوا ادوات مثل العاده، بيقوموا باي اعمال انت بتتخيلها من رجل بدائي، بيعلموا اولادهم بشكل طبيعي. اللي هو بيننا وبين بيننا وبين القرد العليا الاخرى موضوع اللغه، هيدا البيز اللي احنا خلانا ننطلق طبعا، والوقوف على الساقين، هيدا البيز الاساسي اللي خلانا نعمل القفزه الكبيره. طيب هلا جوابا على سؤالك، ما في شك طبعا انه حجم دماغ الانسان اكبر بكثير من حجم دماغ اقرب اقربائنا، لكن هون النقطه، ليه دماغ الانسان هو اكبر بالحجم؟ الاختلاف هو فقط بالكميه وليس بالنوعيه. نحن نختلف عنهم باننا امتلكنا دماغ اكبر، وليس امتلكنا دماغ مختلف بالنوعيه عن باقي الحيوانات. سول هو اللي انت عم تحكي عنه ما له موجوده بالشكل اللي انت متخيله، لكن هيدي اللي هو هلا ليش دماغ الانسان صار اكبر بكثير. هون بقى صار في كثير فرضيات فينا نحكي فيها، وانا برشح يعني او من كل الفرضيات اللي انا قريتها اميل اكثر للفرضيه اللي بتقول انه تم استعمال الدماغ او كان استعمال الدماغ بالدرجه الاولى لغرض جنسي، بمعنى ان الدماغ كان اكبر عند البشر بشكل ملحوظ. هلا اولا هو كان فائده اوتوماتيكيه، فوقت اللي الدماغ عم يصير اكبر فمعناته الكائنات الحيه هي اللي هن البشر الهومو البدائيين هدول فكانوا افضل من غيرهم بالتكيف بالعلاقات الاجتماعيه بكذا بكذا بكذا، وهيدا الشيء اللي احنا درسناه من خلال كل الاحافير لكل انواع الهومو حول العالم، لانه هن طبعا مو نوع واحد بل هن بالالاف مثل ما هو معروف لاي حدا مطلع بالبيولوجيا. اكبرهم على الاطلاق كان الهومو سيبيان اللي هو اللي احنا ننحدر منه، واللي هو سبب انقراض النياندرتال اقرب اقربائنا قبل 25 ل 30 الف سنه من هلا. قبلها ب 200 الف سنه كان النياندرتال هو مسيطر رقم واحد على منطقه اوروبا ومنطقه بلاد الشام والرافدين وشرق اسيا اللي هي عند تركيا وهذه المناطق اليوم جورجيا وكذا. بهذه المناطق كان سيطره كامله للنياندرتال. النياندرتال كان عنده قدره على التعامل على العلاقات الاجتماعيه الخ الخ الخ، بنيته الجسدية كانت أقوى بكثير من الإنسان، لكن الإنسان الهوموسيبيان أنا عم بحكي بقصد بكلمة الإنسان، لكن الهوموسيبيان حسن يطوع النياندرتال ويقضي عليه لاحقا لأنه كان عنده ميزة بدماغ أكبر شوي، وهيدا الدماغ كان عنده ميزة تعاونية أو الكوربوريشن ما بين الأشخاص، فكان يحسن يبني خططه الحربية مثلا لقتال هيدنك أو لحتى يستولي عليهم أو إلى آخره. هلأ اسباب تطور الدماغ، يعني حتى بعض الناس المعارضين للتطور بيقول لك فكره انه ليش اخي الانسان وصل لمرحله بتطور الدماغ تبعه لانه يعمل اشياء هي ما لها مفيده للبقاء، موسيقى، شعر، ادب، كذا كذا، كل الفزلكه هي اللي احنا هلا عم نحكيها، العلوم، الساينس، الاداب، كلياتها هيدي ما خاصه بالتطور والبقاء. هلا هون بقى هي قصه ثانيه، وانا برايي وبالمناسبة عدنان إبراهيم طرحها بإحدى دراسات بإحدى محاضراته تبع التطور، وكان عم يقول إنه ما حدا رح يعرف يجاوبكم على هيدا السؤال لأنه هيدا الموضوع تطلب تدخل من الله واصطفى الله ونفخ الروح وإلى آخره. الفكرة كتير سيمبل، الإنسان استعمل دماغه كأداة جنسية، كأداة لجذب الجنسي. يعني كيف الطاووس كان عم يستعمل الذيل تبعه ليجذب الانثى، وكيف الغزال هيدا او الايل بيستعمل القرون تبعه بيتناطح ليجذب الانثى، الانسان اوتوماتيكيا لانه كسب دماغه اكبر بالحجم عن غيره بشكل صدفي بحت حسن يستعمل هيدا الدماغ باسلوب ليجذب فيه القرناء الجنسيين اكثر من غيره، عن طريق بقى كيف انه يحسن يبتدع امور اللي احنا اليوم صرنا بنعرفها باسم الفن والفلسفه وهيدي الاشياء بشكل البدائي. فكان الناس اللي حسنوا يعملوا هيدا الشيء كان لهم ميزه جنسيه حتى ببقائهم اكثر من غيرهم. صح هي ليست ميزه بحاجه للبقاء يعني، لكن هي ميزه كانت بحاجه لجلب القرين الجنسي. اكيد اذا واحد عنده دماغ مفكر اكثر من اقرانه رح يجذب القرين الجنسي اكثر من هذا الغبي اللي جنبه، يعني حتى اللي احنا بنعرفها اليوم بحياتنا العاديه.
سو هيدا جوابي أنا على السؤال باختصار. طب أشكرك أخوي ديفيد، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل أصدقائي. طبعا الأسئلة كثيرة بصراحة، ونحن يعني الأسئلة انطرحت هلا يمكن في شي 10 أسئلة ديفيد، يعني ما عدا الأسئلة اللي نحن اللي لسه ما بدأنا بالإجابة عليها غير سؤالين أظن يعني. طيب على كل حال أصدقائي اطرحوا الأسئلة، الأسئلة راح نخزنها وراح نعمل حلقات قد ما بنقدر، يعني حتى نغطي كل الأسئلة، حتى لا يبقى عند أي أخ سؤال أو أخت يعني ما تبقى أسئلة نهائية، هذا مستحيل طبعا. على كل طيب، في الأخ حسان أظن حاسن، المهم عم بيقول لماذا لا يلعب الاصطفاء الطبيعي دور في زيادة طول العمر؟ لماذا لا نشاهد تدرج في تطور الوعي لدى الكائنات الحية هناك؟ هو سحيقة بين البشر وأقرب أقرباء الشمبانزي، لا يمكن معها القول بأن الموضوع متدرج أبدا. الشق الثاني من السؤال هلا جاوبت عليه اوريدي. لا توجد هيدي الهوة اللي انت عم تحكي عنها ابدا. اي فيك تقرا كثير كتب بالبيولوجيا بتحكي بهيدا الموضوع، فيك تشوف على اليوتيوب كثير تجارب، وفيك تشوف على اليوتيوب كثير فيديوهات موجودة اغلبها باللغة الانجليزية طبعا، عن مواضيع الشمبانزي والاورانجوتان والغوريلا والخ الخ، تعمل مقارنات هيدي كلياتها. لا هيدي الهوة اللي انت متخيلها ما لها موجودة بهذا الشكل. شو كان السؤال القسم الأول؟ القسم الأول طب السؤال عم بيقول إنه العمر لماذا لا يلعب الاصطفاء الطبيعي الدور في زيادة طول العمر يعني؟ تمام، لأنه ببساطة ما له الهدف، ما في هدف من تكاثر الجينات ليخليك تعيش لعمر طويل. مثل ما استعمل ريتشارد دوكنز تعبير أو صك تعبير أنه نحن مركبات لعبور الجينات حرفيا. يعني الكلام اللي أنا كنت عم بحكيه قبل شوي عن بداية البوليمرات والنيتوكليدات البدائية، لليوم نحن بس عبارة عن مركبات لحتى نسمح لهيدي النيتوكليدات تتكاثر، إنها ترجع ترجع تعمل نسخ جديدة من نفسها، بس مو أكثر من هيك. نحن عم نسمح لها انها تكرر نفسها عن طريق التزاوج والتكاثر. سو تقنيا انت اكثر من انه يولد الكائن الحي يتكاثر ويموت، ما مطلوب منه ولا ابدا. حتى الانتقاء الطبيعي ما بيفضل اكثر من هيك ابدا. يعني الانتقاء الطبيعي بالعكس، الكائنات اللي بدها تعمر عمر طويل لحتنحو الى الانقراض قبل بكتير مقارنة من الكائنات اللي هي بتتكاثر بمعدل كتير عالي. وهذا الشيء اللي احنا شايفينه لليوم. يعني لليوم مين المسيطر على الكرة الأرضية كلياتها؟ رقم واحد البكتيريا، لأنه معدل تكاثرها كتير هائل، أعداد البكتيريا لا تقارن بأعداد أي حدا. رقم اثنين الحشرات بأنواعها كلياتها. النمل كمثال، تخيل يا جان إنه النمل كمثال، يوجد من النمل على الكرة الأرضية قد وزن البشر. يعني مقابل أنا وأنت في نمل بوزننا، تخيل قد إيه بدك مجموعة نمل، قد إيه يمكن نمل يعبي الغرفة كلها اللي أنا قاعد فيها ليطلع وزنه قد وزني. فعلى هذا فقس لكل الكرة الأرضية. الخنافس هي أكثر الكائنات الحية تنوعا على الكرة الأرضية على الإطلاق، وهكذا. هدول كلهم دورة حياتهم قصيرة. الدبانة الناموسة هيدي الحشرات اللي دورة حياتها أسبوع وأسبوعين وشهر وثلاث أيام وكذا، هيدي اللي بيفضلها الانتقاء الطبيعي لأنه هي عم تتكاثر بمعدل عالي، ما بتنقرض بسهولة. لحنا كبشر كتير حالة خاصة، كرمال هيك أعدادنا عم تضل كتير قليلة. ولو ما المساعدة الطبية بالقرن الماضي، أنا عندي كان حلقة عن على قناتي بدي أنشرها قريبا، عم حكيت فيها إحصائيات على عدد السكان بالألفي، يعني آخر 2000 سنة وأنت جاي لهلا، وبتشوف إنه ما شفنا الأرقام الضخمة بعدد البشر اللي يفوق المليار إلا لبداية عصر العلم، وقت اللي صرنا عن جد عم نحسن بالعلم نطول حياة البشر ونقلل من معدل وفيات الأطفال. أما وإلا عبر التاريخ كلياته كانوا البشر بضعة ملايين عايشين حول العالم. مو بس هيك، في مرتين البشر كانوا على شفا الانقراض، في مرتين بالتاريخ كانوا البشر على شفا الانقراض، وصلت أعدادهم لأعداد كتير هزيلة يقدر بالعشرات. سو طول العمر ليس ميزة بقائية على الإطلاق، وإنما بالعكس هو ميزة كتير سيئة لك على ناحيتين.
الناحية الأولى طول العمر معناتها تأخر ببداية النشاط الجنسي، مثل عند البشر ما بإمكانك تبلش تمارس نشاط جنسي قبل ال 15 12 13، ففي عندك 12 13 سنة هدول هدر أنت عم تستعايشهم بس ما عم تحسن تتكاثر فيهم، وهدر مش بس لإلك، هدر للوالدين وللمجتمع اللي أنت عايش فيه لو كان قبيلة صغيرة. وحتى وقت أنت بتقطع مرحلة القدرة على التزاوج بعد فترة من العمر، صرت فوق الستين سبعين مثلا، أو بالنسبة للإناث فوق الأربعين، أنت صرت عايش حرفيا عالي على هيدا المجتمع اللي أنت عايش فيه. ما عم بحكي عن مجتمعاتنا اليوم، عم بحكي عن مجتمعات طبيعية كيف الانتقاء الطبيعي بيشتغل. فهدول الكائنات الحية هن ما عم يفيدوا أي شيء لشيء اسمه بيئة أو انتقاء طبيعي أو تكاثر الجينات. فلا، يفضل أنه الكائن الحي يولد يعمل تكاثر ويرجع يموت دايركتلي، هيدا اللي حيسيطر اكثر من غيره، حيفضلوا الانتقاء الطبيعي اكثر من اللي حيعيش لوقت طويل. أشكرك ديفيد، أشكرك جزيل الشكر. طيب خلينا نروح على سؤال آخر من الأخ ماركوس المصري، عم بيقول يوجد قناة على اليوتيوب اسمها أسرار ليست للجميع، طبعا هي دعاية للقناة، وقد شاهدت أحد الفيديوهات يقول أن الإنسان الحالي تم تعديل الجينات الخاصة به بواسطة كائنات غير أرضية، والسؤال هو هل بالفعل الإنسان الحالي تم تعديل جيناته أم لا؟ يعني شو رأي صديقنا السائل أصلا من قبل ما يسألني هو شو رأيه؟ يعني الجواب يكون يعني لا، أول شيء بس لأقول ملاحظة بسيطة، هدول القنوات أصلا بتضحكني أنا بكيف أسلوبها الاستهلاك. يعني قناة اسمها أسرار ليست للجميع، لكن هي منشورة على اليوتيوب ليشوفها الجميع. طيب إنه يلعن أختك بتصير صفحة. هذا بتعرف مثل صاحبك هذا اللي بقول لك اقرأ الكتاب تصفح عن هيك وحاطط كتبه هو عشان يعني يعني جان هيدي، وعلى فكرة هيدي لاحظ، شوف احنا مشكلتنا كبشر يعني بشكل عام الناس الطبيعيين بنحب هيك نعرف الاشياء الغريبة كذا، شو في عندك سر ما بعرف شو، بتعرف الناس كلها بشكل عام هادو يسمع قصة جار وهادو يتلصص على فلان وهذا ما بعرف شو، لا تحكي لحدا. هلا نفس الفكرة عم يستعملوها، يضحكوا عليكم هدول الناس على الانترنت وكذا، تلاقي فيديو اكثر الاماكن سرية على وجه الارض، اكثر المخابرات سرية، الماسونية يا زلمة أكثر منظمة سرية بالعالم وأكثر منظمة مكتوب عنها كتب بالعالم، إنه يلعن أخت السرية بالموضوع. صار الولد اللي عمره 10 سنين بيفهم بالماسونية أكثر مني ومنك، وبيقول لك منظمة سرية، إنه وين السرية صفة؟ هي ما عم تعرفوا إنه هيدا موضوع بس تجاري واستهلاكي بس لحتى يضحكوا عليكم؟ ما في هيدا الهراء كلياته يا صديقي، هدول قنوات لا تتفرج عليها أساسا أبدا، هن فرحانين بملايين المشاهدات يعني حصلوها لأغراض تجارية بحتة، ومين الغرض التجاري هو أنت يا صديقي؟ للأسف يعني، وهو هي هون المشكلة، إنه نحن تعودنا على ثقافة القطيع، أي شيء بحط لنا إياه، حتى لو قرأنا بعض بنفكر كل شيء ما يكتب يعني خلاص شيء بس دخل بالكتاب معناته لازم يكون صح. يا جماعة بزمانه عندي صديق ديفيد، صديق إنسان رائع يعني، صديقي كان يقول بتشوف انت بالمترو الناس كلها عم تقرأ، ولكن ماذا تقرأ؟ يعني بتلاقي لك انسان بشوفه ماسك كتاب ولكن يقرأ على ليلة دخلت ديانا مثلا، كيف لبست بنطلونه وكيف شلحت قميصه والحكي الفاضي يعني. يعني القراءة لازم يكون لها، تعرف ماذا تقرأ، تعرف لمن تقرأ، وحتى يعني لا تثق بأحد، يا خليك واثق بعقلك بنفسك. يعني أي إنسان ممكن يخطئ، أي إنسان حتى كاتب كبير يعني، أنت خليك تفكر بالكلام اللي عم بيحكيه اللي كاتبه، مو شرط تسلم له بكل شيء، ما فما بالك بهالقنوات اليوتيوب وهالعجقة بالتجارة وكله ريقي دور المصاري يعني. ما بعرف إذا عندك تعقيب ديفيد. بالضبط جان، هلا هيدي المشاكل اللي انا يعني كل صار لي كل الوقت بقناتي وكذا عم حاول وعي الناس لها. يعني يا جماعه اطلعوا لي من الثقافه هي مو ثقافه استهلاكيه، هي استهلاكيه بس، يعني شغله استهلاكيه شو ما بدك سميها. يعني اكثر الكتب اللي بتنباع بالعالم هي الكتب اللي فيها فضائح واسرار وما بعرف شو وغوامض وما بعرف، لك وكأكثر الفيديوهات مشاهدة على اليوتيوب هي اللي بتلاقي هيك عنوانها فضيحة كذا عاجل مدري شو.
يا جماعة شبكوا، ارتقوا شوي بفكركم عن هيدي المسخرة. يعني انت متوقع انه يكون اكثر موضوع سري بالعالم منشور على فيديو على اليوتيوب؟ يا زلمة طبيعي انت، يعني منطقيا يعني هيك انا وياك عم نحكي، يعني انت متخيلة فكرة مظبوطة؟ طب ما منشور على اليوتيوب عم يشوفوه ملايين البشر، وهذا اكثر شيء سري بالعالم. يعني خلينا مبين عم يضحك عليك من إذا هذا أكثر شيء سري في العالم معناته الفضيحة شو بتكون يعني. على كل حال خلينا نروح سؤال آخر من سليم، أظن سليم عم يقول: أريد أن أسأل ضيفك عن توقعي لشكل الإنسان بعد 200,000 سنة القادمة. عن نفسي أتوقع أن يتغير شكل رأس الإنسان في كبره نظرا لكثرة العمليات القيصرية في ولادة الأطفال. هلا ما حدا بالمستقبل الانسان، لانه ما حدا فينا على الاقل لسه عاش بالمستقبل، لكن طبعا في تخمينات فينا نخمن شو ممكن يصير، لكن انه اعرف شو بده يصير لا انا ولا غيري. يعني اي حدا بيقول لك انا بعرف شو بده يصير هيدا كذاب، يعني فورا من اوله. لو بيكون يعني اينشتاين، لو بيكون دارو، قد ما عنده مصداقيه ما حدا بيعرف شو بده يصير. يعني هذا اصلا اذا ضلينا عايشين كبشر، يعني مثل صديقنا اللي قال قبل شوي انه احنا صرنا سادة الكون، يعني احنا تمنى نيزك يضرب الكرة الأرضية نطلع خالصين. بقى الحلوة قال نحن سخرنا الكون لكيف. سخرنا الكون، ما سخرنا شيء. شو سخرنا يعني؟ شو سخرنا يا زلمة؟ يعني خلى زلزال يصير بيروحنا كلياتنا، يعني نطلع خالصين. نيزك يضربنا بنروح كلياتنا مصيبة، خبر كان على الحارك، يعني ما عاد في حدا بيصفى. سو يعني شو عم تحكي؟ فلا في سادة كون. أصلا الكرة الأرضية لها عمر افتراضي، نحن هلأ بنص العمر تبعها، بقيان لأربعة مليار سنة تانيين رح تتضخم الشمس لتصير عملاق أحمر وتبتلع الكرة الأرضية، ونروح كلياتنا بكل أفكارنا وعظمتنا وأبراجنا وسياراتنا وأحلامنا وكتبنا وفلسفاتنا وعظمتنا هي اللي أنت شايفها، كلياتنا حنختفي تماما. حيكون في كائنات حتجي بأماكن أخرى من الكون، إلا لو كان نجحوا بعض المسابير اللي عم نبعتها للفضاء مثل فواجير مثلا واحد، وانه ظلت موجودة وحدا التقفها، والا غير هيك ما حدا حيسمع عنا ولا حدا حيعرفنا بالمرة. لا صرنا سادة ولا سيطرنا ولا اي شيء. سو اذا ما احنا دمرنا حالنا بكارثة، يعني مثل ما انا اتوقع انه ممكن، يعني بمراهقتنا ويطيشنا التكنولوجي الحالي انه نروح حالنا بايدنا بكارثة عظيمة، أو صارت شي كارثة بيئية معينة روحتنا كلياتنا، عصر جفاف يصير علينا فظيع مثلا لسبب أو لآخر بيروحنا كلياتنا. سو فونجينا. هلا اللي حيصير على الأغلب إنه نحن حنتابع مسيرتنا بالتحكم بالجينات، بالتحكم بالمواليد، بكذا بكذا، فما عاد يصير الموضوع إنه الانتقاء الطبيعي عم يشتغل. احنا اوريدي كابحين عمل الانتقاء الطبيعي، حكينا بهالفكره بالحلقه الماضيه. فبالمستقبل رح نكون نحن وصلانين لكائنات بشريه جديده، وحرفيا بمعنى جديده رح تكون مقارنه فينا، بمواصفات مقارنه فينا. نحن حنكون بدائيين تماما مثل الشمبانزي بالنسبه لنا اليوم، نحن حنكون بدائيين بكل اللي انت شايفه عظمه وكذا 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 وفلسفات وعلوم واكتشافات. بمستقبل احنا حنصير جدا بدائيين مقارنة فيهم للكائنات. اظن جين اديتنج صارت من فتره بشهر شهرين او ما بعرف التاريخ بالضبط في لندن، يعني حتى طفله يعني سووا اديتنج للخلايا اللي السرطانيه، سووا له اديتنج وانتهى. فهلا الايجن يعني هلا بيعتبروا الايج ديزيز، التقدم في السن ديزيز، يعني صار مرض، فعم بيتعامل معه على اساس انه مرض. فالهندسة الجينية هلا بلشت، يعني بدأت هلا ممكن، يعني الدكاترة حاليا هلا ممكن يهندسوا لك جينك حتى تقدر تقاوم صحيح. الشيخوخة. أظن يعني بدأت حاليا بكل معنى الكلمة حاليا من بدأت. هل بإمكانك تعمل هندسة جينية لابنك مثلا؟ يعني من هلا بإمكانك تاخذ البويضة والنطفة ويعملوا لها هندسة جينية، تلقيح صناعي بالمخبر، يعملوا لك فلترة للجينات بالطريقة اللي أنت بدك إياها. طبعا الموضوع مكلف جدا ولا يزال يعني محصور على أماكن معدودة بالعالم كله، مكان ولا اثنين، لكن الموضوع قائم والتجارب قائمة، وعلى الحيوانات نجح الموضوع بشكل مذهل.
فبإمكاننا لسه نشتغل على هذا الموضوع، لأنه برجع وبقول شو هي الجينات بالنتيجة؟ هي عبارة عن مركبات كيميائية ببساطة، هي ما لها موضوع عجيب. يعني نحن صح عم نرمز لها بأحرف وعم نرمز لها بجي وتي وكذا وكذا، لكن هي مركبات كيميائية، شوية سلاسل شوية سلاسل أزوتية وانتهى الموضوع. هي عبارة عن مركب ترسم الجين. وأي حدا دارس، اي حدا دارس فيكم علمي، يعني انا بتذكر وقت انا درست بالثانوي العلمي بالمدرسه بالعاشر وحادي عشر والبكالوريا، كنا نقعد ونرسمهم للجينات وكذا والنيتوكليدات كلياتها ونعرف تركيب الجيني بشكل واضح. فاي حدا دارس ثانوي بامكانه يعرف التركيب الجيني، التركيب الكيميائي للجينات، فبامكاننا نفلترها ونلعب عليها ونشتغل فيها. والمستقبل انا واثق انه هيدا التكاثر الحيواني اللي نحن عم نعمله او العشوائي بالشكل الطبيعي، يعني يفترض باي حكومه علميه لحتى تنظم بالمستقبل انها تعمل كبح لهيدا الموضوع، ما يعود فيك تكاثر بهيدا الطريق التقليدي. ممكن يظل السكس موجود للمتعه فقط، ممكن حتى يصير تعقيم للناس، ويصير يعني تعقيم للناس كرمال انه يعملوا سكس كيف ما بدهم، ولكن بيصير اخذ النطاف والبويضات ويتم تلقيحها صناعيا. اشياء كثير طويله عريضه فينا نفكر فيها بمستقبل البشريه، يعني موضوع بياخذنا كثير خارج فكره التطور بحد ذاته. لكن كن واثقا انه البشر اذا استمروا على قيد الحياه لألف سنه لقدام، يعني فما لح حي يعني ما رح يكونوا معتمدين ابدا على الانتقاء الطبيعي او على اليات الطبيعه بالشكل الحالي اللي هي عليه، حيكونوا تقدموا بالعلم كثير. بكل تأكيد ديفيد. طيب سؤال من عندي أنا ديفيد، علاقة المثلية بالتطور، يعني نحن مثل ما بنفهم على التطور هو يعني البقاء للأصلح، يعني هدف مثل ما قلت على ريتشارد داكنز إنه نحن مركبات للجين حتى تنتقل. المثلية الجنسية ما في منها فائدة، يعني ما في منها فائدة طبيعية تهم الجين. يعني اليوم المثليين مارسوا الجنس فما راح يكون في تكاثر. طيب ليش الطبيعة ما أنهت المسألة هي يعني ما أنهتها حتى الآن وصار لها زمان ومن الأزل، يعني تقريبا على علمي إنه موجودة مسألة المثلية الجنسية، ليش الطبيعة ما عم تلغي هالمسألة هي؟ هلا كمان سؤالك هيدا من الأسئلة المهمة اللي لساتهم العلماء عم يحاولوا يلاقوا لها إجابات. لليوم في فرضيات كثيرة مختلفة بمحاولة للإجابة على هيدا السؤال. وبرجع وبكرر، وقت بقول فرضيات مو يعني واحد قاعد عم يدخن البايب وطلع بفرضية، لا، هيدا كلام إنه في ناس عم تشتغل بمخابر وعم تعمل دراسات وإحصائيات وإلخ إلخ إلخ لحتى يطلعوا يصوغوا بفرضيات. لكن لليوم لسه ما في الفرضية اللي تبع هذا هو السبب بالشكل الدقيق. لسه لليوم بحسب معرفتي، يعني ممكن يكونوا عرفوها، لكن بحسب معرفتي لليوم ما في هيدي الفرضية. في عدة أفكار. هلا بالمناسبة مو بس البشر اللي عندهم مثلية جنسية، في تم اكتشاف المثلية الجنسية عند أكثر من 1500 فصيلة أخرى من الحيوانات موجودة المثلية الجنسية. هلا رح أقول لك باختصار الفرضيات الثلاثة ورح أقول لك رأيي بالموضوع. هلا بال 93 اكتشف دين هارمر اكتشف جين اسمه XQ28 XQ28. قال لك انه هيدا الجين، اكتشف وجود هيدا الجين بشكل فعال عند الناس المثليين. هلا لليوم من 93 لليوم بعض الدراسات عم تساعد بهيدا الموضوع، بعض الدراسات لساتها معارضة لهيدا الموضوع، فما في كتير لسه اجماع على انه هل هيدا الجين هو الجين الفعال المؤثر بموضوع الجيني. طيب انت لجاوب على سؤالك، اذا هيدا الجين موجود بالدي ان اي، ليه ما ضل بالجنك وضل موجود كجنك دي ان اي او بالدي ان اي المهمل، ليه عم يرجع يتفعل؟ لانه ببساطه تفعيل الجينات على طول شريط الدي ان اي بصير في كمان طفرات تفعيله، لان انت الطفره مو بس بنسخ الجين، هيدا النقطه. يعني الطفرات بتصير بانواع كثيره، بارتباط الكروموزومات ببعضها، بتفعيل الجينات او بنسخ الجينات نفسها او فممكن يصير طفرات، مثل بعض الناس اللي بصير عنده طفرات لو انه هي نادرة جدا، لكن طفرة تخلي الشعر مثلا يظل كثيف جدا على الجسم كلياته، مثل الحيوانات الثانية مثل الشمبانزي والقرود موجودين. هيدا جين بالنسبة لنا معطل عند عموم الناس، لكن هو بيتفعل احيانا بالخطأ
لو انه هو واقف او اللي بيخلي يطلع ذيل عند الاولاد. هلا هيدا الذيل بينمو بالمرحله الجنينيه وبيرجع بيتقلص وما بيضل متابع نموه، بيضل موجود بنهايه الفقرات الاخيره الملتحمه باسفل العمود الفقري مثلا، لكن ايام بيصير خطا وبيضل هيدا الجين فعال وبيطلع ولد عنده ذيل. هيدي الحالات موجوده. سو ممكن اذا كان هيدا الجين الاكسكيوتنت مان، اذا كان فعلا هو جين مؤثر على موضوع المثليه، فممكن يكون عم يصير تفعيله عن طريق اخطاء بالنسخ طبيعيه مثل ما بتصير فينا كلياتنا عند عمليه التكاثر يعني، او عمليه نسخ الجينات. هلا في فرضيه ثانيه بتقول لك موضوع انه لا اخي مو بس هيك، الانثى وقت بتكون حامل جسمها، وخاصة إذا كانت حامل بالذكر، فجسمها بيعامل هيدا الجنين على إنه هو كائن غريب عنه، تمام؟ فبيصير بيحاول يبعث له مضادات لحتى يكافح هيدا الجنين الموجود. هلأ هون هيدي المضادات ممكن تلعب بنسب التستوستيرون، الأستروجين، البروجستيرون، هيدي الهرمونات اللي عم تشكل هيدا الجنين. إذا هيدي الهرمونات صار في لعب بمزيج تشكيلها بتأثر على تشكيل منطقة بالدماغ موجودة هون ورا من تحت اسمها SDN، اللي هي مسؤولة عن الميول الجنسي عند الناس. هيدي المنطقة تم ملاحظة وجود اختلاف بحجمها مترافق طبعا مع اختلاف بتوازن الهرمونات عند المثليين أو حتى البايسكشوال اللي هن ثنائيي الجنس أو أو أو. So هيدي الفكره ممكن تكون موجوده كمان، وبالتالي او احيانا بيقول لك تعرض الام او الحامل لبعض الادويه او لبعض الاشعاعات او 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 اي شيء ادى لوجود خلل بهيدي الهرمونات اثناء تشكل الدماغ ممكن يؤدي لنشاط جنسي بطريقه معينه او باخرى، اما ستريت او لا ستريت مثلا فهو معروف كستريت تستوستيرون، اذا كان النشاط نسبته عالي فانت كذكر حتكون ستريت عندك الاستروجين وكذا وانت ماشي، لكن اذا صار خلل بهيدا التوازن رح يصير عندي الانواع المختلفه مما يسمى بعلم النفس الانحرافات الجنسيه. عندك مثلا كمان فرضيه ثانيه بتقول لك موضوع انه لا، وقت اللي انت عم تتشكل كلياتنا بنعرف انه البويضة والنطفة بيحملوا نصف الكروموزومات اللي عند الإنسان، وكل واحدة فيهم حامل النصف. وقت بيتم التوقيح وصاروا بويضة ملقحة فلح يرجع يصير العدد الصبغي الكامل. هلأ بيقول لك لكل جين هو عبارة له شقين على النظير تبعه، الأليل بيسموه باللغة العربية. سو بيقول لك انه موجود عند الغالبية الساحقة من البشر أليل، يعني جزيء من الجين، هيدا الجزيء مسؤول عن احداث خلل هرموني اثر على هيدي المنطقه الاس دي ان اللي عم اقول لك عليها، وبالتالي ادي الى انحرافات جنسيه بغض النظر كيف بدك تسميها، سواء مثليه جنسيه او ثنائيه جنسيه او اي شيء. سو اذا كان صار عن طريق الصدفه البحته طبعا اثناء تشكل هيدي البويضه الملقحه انه قليلين كانوا عطوا المثلية الجنسية كانوا فعلوا هيدي المثلية الجنسية، فبيطلع الواحد ما عنده مثلية جنسية. إذا كان بالصدفة ما كان عنده هدول القليلين اثنين سوا، فممكن يكون عنده الجين اللي تفعل عنده فيكون جين ستريت مثل ما بيسموه. عندك فرضية اللي بعدها بتقلك انه اختلال بتوازن الهرموني عند الإنسان سواء بالمرحلة الجنينية أو بالمرحلة اللاحقة ممكن يؤدي الى اختلافات بالميول الجنسيه. وانا عم حاول جاوب بس حتى مو على موضوع المثليه الجنسيه بنفسها، انا عم بحكي على حتى في انواع كثيره للميولات الجنسيه المختلفه، مش بس المثليه او الثنائيه او انك تكون ستريت او احادي الجنس، في عندك كثير انماط من الانحرافات الجنسيه اللي هي ما لها داعي من وجهه نظر التطور، مثلا انك تكون ساديس، مازوجيست، ما يسمى بحب الرؤية أو حب الاستعراض أو حب الظهور، ما يسمى ب أي نوع من هذه الانحرافات اللي هي لا تخدم الغرض التكاثر المباشر، أو الشخص اللي صار عنده مثلا عزوف كامل الاسكشوال، مثلا عزوف كامل عن الزواج أو عن ممارسة الجنس أو 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 أي نوع من هذه الأنواع، هي تقنيا
بحسب رأيي أنا، يعني بحسب رأيي قاري من كثير مناطق من قبل وشاطر هيدا الرأي، إنه ما حيكون السبب واحد، لا حيكون في سببين أو أكثر مجتمعين لأدوا لحصول هيدي النتيجة. وكثير من الانحرافات أنا كمان بقول إنه تأثير فترة الطفولة ممكن يسبب كمان موضوع بتغير واضح بالميول الجنسي عند الإنسان. تأثير الطفولة لو إنه لم يعني يتم لسه لليوم اعتماده كسبب رئيسي، لكن هو من الواضح قد ايه في تأثير لتغيير الانحراف الميولات الجنسية عند البشر بتأثيرات تتعلق بفترة طفولتهم وفترة المراهقة وإلى آخره، سواء ظروف حصلت معهم أو البيئة اللي نشأوا فيها أو تؤثر تماما على ميولهم الجنسية. وما بيمنع أبدا إنه توصل مرحلة تأثير الميول الجنسية لأنها تكون لمرحلة المثلية الجنسية أو البايسكشوال أو الثنائية الجنسية. أشكرك ديفيد، أشكرك جزيل الشكر بصراحة. نحن قربنا على نهاية الحلقة، وكل اللي جاوبنا عليه 4 5 أسئلة ليس أكثر من بحر من الأسئلة، ولذلك سنبقى في موضوع التطور. إذا راح ياخذ معنا حلقات كثير ديفيد حبيبنا. على كل حال، السؤال من الأخ جون سميث عم بيقول: هل الطفرة خلل جيني لكن بنتائج إيجابية ومفيدة للكائن الحي؟ وما رأيه بالتعديلات أو الهندسة الجينية وآثارها على التطور الطبيعي والتوازن البيئي؟ لا هلا الطفرة، هلا أنا لاحظ عم حاول أعطي رؤوس أقلام لك السؤال لأنه بعرف إنه في كمية أسئلة كبيرة، وأي حدا حابب يتبحر فجوجل موجود أكيد. موضوع الطفرة الجينية صديقي، لا هلا الطفرة مو أي طفرة فهي مفيدة، لا بالعكس، نسبة لا تذكر من الطفرات كان لها نتائج إيجابية، بينما النسبة الأكبر من الطفرات كان لها نتائج سلبية. أكيد الطفرة عشوائية، لكن الحفاظ على الطفرات اللي هي إيجابية هيدا أمر ما له عشوائي، هيدا الأمر اللي بيسميه لحنا هيدي العملية اللي اسمها الانتقاء الطبيعي، الحفاظ على الطفرات اللي هي كانت مفيدة للكائن الحي. لكن لا قطعا، وقت أنت بدك تزيد طفرات فنسبة لا تذكر منهم هي فقط اللي حتكون طفرات إيجابية، لكن برجع وبقول لا تنسى عدد الكائنات الحية ولا تنسى طول الفترة الزمنية، فحدوث طفرات لا تنتهي مع كل عملية تزاوج أكيد لا حتأدي لبعضها يكون له نتائج إيجابية. موضوع الهندسة الجينية بتوقع حكينا فيها قبل شوي، والهندسة الوراثية حكينا فيها قبل شوي، يعني فإنه هي أكيد كبحت من زمان وعم حتكبح اكيد موضوع الانتقاء او الطفرات هيدي العاديه اللي هي كانت الطبيعه ماشيه عليها. نحن اوريدي يعني بلشنا نطلع من موضوع الاعتماد على الطبيعه بالشكل الكلي. طيب ديفيد، ما بعرف، انا يعني انا بصراحه من فتره تقريبا 10 سنين او اقل من 10 سنين اظن، قرات او سمعت، لم اذكر لا اتذكر المصدر تماما، انه نحن في حاليا تحدث طفره للانسان وهي قله النوم. فما بعرف اذا عندك اي فكره عن الطفره هاي، وحتى اذا عندك فكره عنها، هل هي طفره احتياجية ضرورية للإنسان ولا هي عشوائية كمان؟ ما سمعت عن هذا الموضوع أبدا جان، ما عندي فكرة عنه، ويعني حتى ما بعتقد، يعني ما عندي فكرة، ما سمعت بهذا الشيء أبدا. على كل حال، أنا بصراحة أظن كان من BBC، بس ما أتذكر التفاصيل الطفرة هي اللي عم بيصير. على كل حال، يعني أنا حتى إذا كانت موجودة أظن طفرة ضرورية للإنسان احتمال تكون. خلينا نروح على سؤال آخر ديفيد. طيب، إنسانيون عم بيقول السؤال: هل نظرية إيثيست إيثيست بو عم بيقول يمكن هل سؤالي هل هو هل نظرية تطور يمكن للمؤمن تنفي وجود الإله الإبراهيمي أو تقبلها ويكون مؤمن على مثال فرانسيس؟ بصراحة أنا السؤال شوي هون أنا ما قدرت أفهمه، يعني ما قدرت أستوعبه، يعني كيف مركب. يعني سؤالي: هل
نظرية إيثيست 2 يمكن للمؤمن التطور تنفي وجود الإله الإبراهيمي أو تقبلها ويكون مؤمن على مثال فرانسيس سيلر كولينز؟ فهمت يا شو؟ ما بعرف. أخي، موضوع التطور ما خصه، موضوع التطور ما خصه لا بالله ولا بزيوس ولا بيهوه ولا بأبرا ولا بأي حدا من هالشلة. هيدا موضوع علمي. هلأ هل أنت فيك تتقبله ولا لا؟ يعني أنا بتخيل إنه بدك تكون شوي يعني عم تحاول تكذب على حالك لتتقبله، مو لأنه التطور دخله بالله، بس لأنه أنت الله الإبراهيمي تبعك شرح لك طريقة خلقه للعالم، واللي نحن اليوم بالطريقة العلمية بنعرفه خطأ. فصف يا بدك تصدق الله الإبراهيمي تبعك، يا بدك تصدق الطريقة العلمية اللي عليها أدلة. أما أنك تصدق هي وتآمن بهداك مشكلتك. يعني أنا شخصيا بحسك أنت بدك تخترع هيدا الموضوع لنفسك. التطور ما خصه بالله أبدا، ما خص، ما دخل الله. مثل ما بيقولوا العلماء، بيقول لك نحن ما بنشوف الله بالمخبر، ما بنتعامل معه. ما في عالم بالمخبر بيتدخل بالله وبيقول لك الله مخبر. في كيمياء، في فيزيكس، في كذا في كذا، في مشاهدات، في أحافير، في 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 هيدا الموجود بالمخبر. الله ما دخله بالمخبر. هلا وقت اللي الله تبعك، هي هون المشكلة، انه الله تبعك هو اللي حط حاله بهذا الموقف، مو احنا اللي حطيناه بهذا الموقف، مو العلماء اللي حطوه بهذا الموقف. وقت اللي الله تبعك هو بده يكون فهمان بكل القصص ويشرح لك كل التفاصيل ويقول لك شلون خلق الكون ويقول لك شلون خلق الانسان ويقول لك ليش وكذا وكذا وكذا. وهيدا الشيء اللي انا شايفه بالمخبر لا يتوافق مع كلامه، فببساطة بدي اقول له انت كذاب معناته، وبالتالي انت مالك موجود. هيك الفكرة بتكون ببساطة، لانه ما معقول تكون الله وكذاب بنفس الوقت. يعني لانه ما سمعت ولا بديانة انه قالت الاله تبعها هو كذاب او مخادع. يعني هي ما زبطت، الا اذا بتكون تصيغوا تعريف جديد للاله يكون الاله كذاب ومخادع، هي بقى قصة تانية. على فكرة ده أخوي ديفيد، يعني حتى الإله يخضع لقوانين نظرية التطور. يعني أكيد الإله تطور إلى حد الآن، أكيد يعني صار إله علمي. يعني ما في شك، ما في شك. ما بعرف شو قصة الإله هذا، إلا يجي يوم ويكون له يوم. في سؤال من فراس عم بيقول إلى السيد ديفيد: ما هو المسبب للتطور، ومن هو المسؤول عند وضع قوانين الطبيعة؟ لك يا أخي برجع وبقول ما في حدا مسؤول. ما في، ما هي مو قانون مثل الدستور عندك بالدولة، مجلس الشعب البرلمان بنص قانون بيصادقوا عليه بيرفعوه لرئاسة الوزراء بيطبقوه بعدين المجلس. مو هيك القصة بتصير يا جماعة. هي الفكرة كتير بسيطة، كتير سيمبل، اللي أنا شرحتها بالحديث بالحلقة الماضية. الفكرة كتير سيمبل. أثناء عملية، طيب لأعطيك مثال، من زمان قبل اختراع الطابعة. الطابعة اخترعت بألمانيا قبل 500 600 سنة من هلا، قبل 500 سنة تقريبا من هلا. المطبعة يعني بقصد، اخترعت بألمانيا بعد قصة الطاعون الكبير اللي اجتاح أوروبا وإلخ إلخ، قصة ما لنا فيها. المهم قبل هذيك اللحظة كان كل عملية نسخ الكتب بتصير بالناس عم تكتب، حتى مو قلم مثل هذا له كبسة، يعني بيقعدوا بيشتغلوا بريشة وحبر وإلى آخره. ناس عم تكتب. هلا وقت اللي واحد عم يكتب، اذا جبنا كتاب معين، اي كتاب بدك اياه، جبنا هيدا الكتاب، القران، الانجيل، اي واحد، اي كتاب بالدنيا، ابو العلاء المعري، جبنا كتابه وعم نحاول ننسخه. اذا نفس الكتاب بدي اعمل منه 10 نسخ، اعطيت جان وديفيد وفلان وفلان وفلان، عدوا نسخوا لي نفس الكتاب، وزعنا الورق عليهم وعم نتناوبهم، كل واحد بيكتب ورقة بيعطيها للي بعده، بالنتيجة طلع عندي 10 نسخ. هلا كل واحد فينا ممكن كتير يكون خطأ وهو عم يكتب هيدا الكتاب. ببساطة نخطأ، نحن عادي بنخطأ. طيب تخيل القصة مو بس هيك، تخيل انه انا نسخت كتاب ابو العلاء المعري بايدي وعطيته لجان، رجع نسخه بايده، وجان عطاه اللي بعده كمان نسخه بايده. ما عم ننسخ من نسخه واحده، كل واحد فينا عم ناخذ كوبي عن كوبي عن كوبي عن كوبي عن كوبي عن كوبي وانت ماشي. متخيل قد ايه حيصير في تراكم اخطاء بعد
بعد مثلا 100 نسخة، بعد 1000 نسخة، بعد مليون نسخة، متخيل قد ايه حيصير في اخطاء عفويه رح تكون اثناء الكتابه، قد ايه رح تكون صارت يمكن ما فهم علي الكلمه اللي انا كاتبها، يمكن سهي، يمكن نقل كلمه مرتين، الى اي شيء من هيدي الاخطاء، متخيل قد ايه حيصير الفرق عن النسخه الاوريجينال. مو بس هيك، هيدا الموضوع انت بامكانك تشوفه حتى باي حدا دارس انثروبولوجي او طلع او قرا الاساطير القديمه، فيك تشوف كيف الاساطير تطورت من بداياتها البسيطه لصارت بالتعقيد اللي انتم بتعرفوه بالاديان الابراهيميه اليوم، وهيدا التطور كان عم يصير بنفس هي الطريقه، ناس عم تتناقل القصص وعم يخطئوا بنقلها، عم يعدلوها، عم يطوروها شوي شوي شوي، لو وصلنا لقصه نوح بالطريقه اللي بتعرفوها، وادم وحواء وفلان وفلان وفلان، الاساطير المعروفه اليوم، لكن هي كان لها بدايات كثير مختلفه عن القصه اللي انت بتعرفها بعد 2000 سنه مثل ما ذكرت بالكتب النهائيه. هلا نفس الشيء بيصير بالطبيعه، هدول الاحماض الريبوزيمات او النيتوكليدات او الار ان اي دي ان اي، اي عمليه تكاثر عم تصير، قلت لك اثناء عمليه التكاثر هي، اثناء عمليه النسخ هيدا عم يصير اخطاء، عم يصير اخطاء، هيدي الاخطاء بالنسخ هي اللي بنسميها طفره، ممكن يكون حتى الطفره بخطا بالتصاق الكروموزومات ببعضها، باماكن التصاقهم مع بعضهم، الموضع اللي بدهم يلتزقوا فيه، ممكن تكون الخطأ بنسخ يعني اذا نسخ مثلا، اذا نسخ سيتوزين بدل الثايمين بالغلط، عمل دوبليكيشن على الثايمين بدل السيتوزين معه، طيب صار غير جين بالمره، اختلف الجين، هي اللي اسمها صار طفره. تمام؟ هلا مو بس اثناء عمليه، هلا انت كيف بصير الموضوع؟ انا وقت اللي بدها تتشكل النطاف عندي هلا وانا عم بحكي عم تتشكل نطاف بجسمي بشكل دائم وانت واي واحد فينا هلا بهي اللحظه عم يصير اخذ بطريقه عشوائيه من الجينوم تبعي، نص الكروموزوم تبعي عم يروح للنطاف تبعي لحتى تنشا، هلا هي عم نصير عمليه نسخ. طيب والنطفه تبعي لو انا هلا عملت سكس وصار تلقيح لبويضه ثانيه، البويضه كمان صاير مع نفس القصه، وقت بدهم يرجعوا يتلاقحوا مع بعض حيصير نسخ جديد، ومتخيل تراكم تريليونات النسخ بعدين من الخليه البويضه الملقحه الواحده لتصير بكائن حي، قد ايه حيصير نسخ جديده عنا، فكلياتها هي عمليات النسخ الدبليكيشن اللي عم تصير، وهيدا الكائن الحي اللي هو ابني رح يرجع بعدين يتزاوج، حيرجع يتعرض لنفس الانقسامات وانت ماشي. سو الموضوع دائما ماشي، الخلايا بجسمي ما لها نفسها من وقت ولدت لهلا، يعني انا صح اوريدي حامل الجينوم تبعي مثل ما ورثته كبيضه ملقحه من بابا وماما وقت ولدت، لكن هو مو نفسه موجود لانه هن الخلايا عم تموت وعم تتكاثر وتضلها موجوده بجسمي، فعمليه التكاثر هيدا الدائم بتصير فيها اخطاء، ما عم تاخذ كوبي من النسخه الاصليه لانه النسخه الاصليه ماتت، الخليه هذيك ماتت، عم تاخذ كوبي عن كوبي عن كوبي، فهيدا الشيء اللي بيسبب الطفرات، بعض هيدي الطفرات رح تكون جيده، بعضها حيكون مو جيد او كثير منها حيكون مو جيد ببساطه شديده. فما بدها حدا يعني يخترع على القصه، هي قصه كيميائيه ببساطه. هلا قانون اللي حطه تشارلز داروين موضوع، هلا ذكرت السؤال على فكره، القانون اللي حطه تشارلز داروين موضوع اللي اسمه الانتقاء الطبيعي، هلا المشكله وين مع قصه التطور؟ انه نحن انه داروين وقت صاغ من البدايه وعمل كتابه اصل الانواع والكتب اللاحقه من هذاك الوقت لليوم عم يتم صياغتها باسلوب ادبي، عم يتم صياغتها وكأنك عم تتخيل انه في حدا عم يعمل شيء، يعني وكأنك متخيل انه الانتقاء الطبيعي هو الشيء، هو ما في شيء اسمه انتقاء طبيعي يا جماعة، لحنا ما في شيء اسمه، على فكرة معظم المفاهيم، ما بدي اقلب الكلام للمنطق بس اي واحد فيكم ممكن يقرأ المنطق، في كتير كتب بالمنطق بتعلمكم هيدا الموضوع، معظم المفاهيم اللي لحنا عم نتعامل معها هي مفاهيم مجردة غير موجودة على أرض الواقع، ما في شيء يعني مثلا موجود، هي توصيف للحالة التي تقول أنه إذا كان الكائن ورث طفرة معينة بالصدفة البحتة، هيدي الطفرة كانت إيجابية لبقائه على قيد الحياة والتكاثر، فبشكل اوتوماتيكي رح يبقى على قيد الحياه ويتكاثر، اللي ما عنده هيدي الميزه كان عنده طفره اعاقت بقائه على قيد الحياه ومن ثم التكاثر، ببساطه ما رح يتكاثر، وبالتالي هيدا صار عنده اولاد كثير وهيدا ما صار عنده اولاد، اختفى من الوجود وهيدا سيطر، وانت ماشي على مر التاريخ،
هيدي الميكانيزم سموه الانتقاء الطبيعي او الناتشورال سيلكشن، بس هو ما في حدا عم يعمل سيلكشن، ما في حدا عم ينتقي حدا من حدا. هيدي الفكره، تعبير الادبي مخل احيانا، بس كمان هو ضروري لحتى نتجنب انه قاعدين عم نشرح الموضوع كلياته بعلاقات كيميائيه مثلا ما بين تناسخ النيتوكليدات والدي ان اي. تخيل قد ايه بده يكون صعب شرح الفكره اذا بدنا نعملها بطريقه رياضيه او طريقه كيميائيه معادلات يعني. فلا تخلوا المواضيع مثل وقت بيقول لك مثلا قانون الجاذبيه، الارض مو عم تجذب عمليا، هي مو قاعده عم تشدك لعندها، ما في هيك شيء، الفكره مو هيك يعني. انت صح اوكي حيشرح لك الجاذبيه، حيشرح لك مثل ما شرحنا بالحديث القديم من كم شهر موضوع الانفجار الكبير وتشكل المجرات وكذا، نحن عم نشرحها بطريقه ادبيه، بس هي تقنيا ما في ميكانيزم عم يقرر انه هيك بدها تصير، هي هيك عم تصير القصه بالشكل العادي، نحن عم نعبر عنها لنتجنب نمسك ورقه وقلم ونحط كل القوانين الفيزيائيه، لكن العلماء بمخابرهم قوانين فيزيائيه ما حيحكوها بهي الطريقه الادبيه اللي نحن عم نحكي فيها. تفضل جان. أشكرك ديفيد، أشكرك جزيل الشكر حبيبي. يعني نحن خطينا الساعة ونص بصراحة، وما أننا حابين نطول الحلقة على أصدقائنا، وأنا أعتذر شديد الاعتذار على الخطأ الفني اللي صار، وكان مفروض تكون الخلفية تختلف عن الخطأ هذا، ولكن حنبحث في الموضوع ونصل لنتيجة مثل ما بيقولوا في الأيام القادمة. على كل ديفيد أنا أشكرك جزيل الشكر حبيبي. طبعا الأسئلة كلها أصدقائي ما قدرنا نغطيها، يعني الأسئلة المحضرة على وبيعتها لأخوي ديفيد ما قدرنا نغطيها كلها، راح نغطيها في حلقات قادمة، وكل الأسئلة اللي انطرحت في الحلقة هاي راح أنسخها كمان، وأظن بدنا عدة حلقات أخرى كان مثل ما قال أخوي ديفيد حتى نقدر نغطيها. ديفيد أشكرك جزيل الشكر حبيبي، كلمة أخيرة بتحب تقولها تفضل. لا تسلم لي صديقي، يعني احنا انا عم حاول، برجع وبقول انا عم حاول اعطي رؤوس اقلام لمواضيع كتير ضخمة يا جماعة، يعني مواضيع اولا كتير ضخمة، ثانيا تتطلب من الناس يكون عندهم اطلاع على العلوم، يعني شخص ما له دارس كيمياء، ما له دارس فيزياء، ما له دارس رياضيات، ما له دارس احتمالات، ما له دارس احصاء كذا كذا كذا، ما له دارس بيولوجي، يمكن ما له دارس اصلا يعني ثانوية علمية مثلا، ولا قاري كتب علمية بحياته، ما حيفهم علي الفكرة اللي عم بحكيها. فإنه أنا عم حاول قد ما فيني بسطها لهدول الأشخاص. المواضيع هي إذا بدنا نتعمق فيها فالمواضيع يعني مثل ما عم تلاحظ عم بعطي رؤوس أقلام على كل سؤال، وقد إيه محسننا نغطي 4 5 أسئلة بساعة ونص. فالمواضيع هي أعقد من هيك بكتير. بتمنى من الأصدقاء يعني اللي يعني وقت اللي احنا عم نعمل مثل ما بيقول احد الاشخاص بيقول لك مشكلة التطور انه كل الناس بتفكر انه هي بتفهمه لانه الفكرة الادبية تبعه كتير بسيطة، لكن هو كتير اكتر من هيك معقد الموضوع، لكن اللي احنا عم نحاول نشرحه باسلوب بسيط لنقربه لعقول الناس او لنقربه للاشخاص الغير اختصاصيين. فيعني بتمنى من الاصدقاء انه يعني ما يطرحوا على حالهم أسئلة كتير معقدة إذا هن اوريدي ما كتير عندهم إلمام ببعض الأمور، يعني مثل اللي بحياته مو قاري لا بيولوجي ولا كيمياء ولا ولا ولا، وبده يفهم نشأة الخلية الأولى، وبالأخير قد ما بشرح له، إذا بشرح له 6 ساعات بالأخير ما حيفهم شيء، وبيقول لك الله هيك عمل، لأنه مو معقول عم تحكي، مو معقول لأنك أنت مو فهمان الموضوع ببساطة شديدة. فيعني نحاول شوي بس يعني نتدرج بالمعرفة تبعنا خطوة خطوة، مو عيب الواحد يكون ما بيعرف، أنا ما بعرف وجام ما بيعرف وكلياتنا ما بنعرف بدرجات معينة بأمور معينة، والواحد نتفة نتفة يعني شوي شوي بيتطور بالمعرفة تبعه، ورح نحاول بركي بالحلقات التانية نغطي كمان أسئلة يعني ما يكون فيها كتير تكرار. أكيد أكيد، أشكرك جزيل الشكر ديفيد. طبعا أشكركم أصدقائي، وبكرة راح يكون معنا حلقة مع نبينا سامي ديب بأخطاء القرآن، وحلقة عن الإرهاب الدولي مع أخونا فؤاد الصباغ. انتظرونا، وأنا آسف كتير على انقطاعنا مرضان على فكرة، يعني أنا هي نهاية المرض اللي قريب، الأسبوع الماضي كله كنت مريض، فأعتذر شديد الاعتذار على الغياب المطول. وطبعا الحلقات الأسبوع القادم كمان راح تكون خفيفة، ما راح تكون طويلة مكثفة، حتى أن يجد الله لنا مخرجا
من هذه الضيقة مثل ما بيقولوا. أشكرك جزيل الشكر ديفيد، وأشكركم أصدقائي، وأشكركم غدا. إلى اللقاء، إلى اللقاء، شكرا ديفيد.